شد اللحن الجديد. الأماني سوف أحيا، سوف أصنع ما أريد. لن أكل ولن أمل، سوف أحلم من جديد. لن أكل ولن أمل، سوف أحلم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي مسموع أستاذة إيمان أو أستاذة نادية؟ مسموع حسينة، السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الأستاذة بثينة المرعي، عضو لجنة تكوين وتنظيم بالجمعية. يشرفنا اليوم أن نرحب بكل الحضور من كافة أنحاء الوطن العربي وبكافة أعضاء الجمعية من هيئة مديرة ومنسقين ومدربين. وأرحب بالأستاذة إيمان بوعزيز والأستاذة نادية الهجمي معي اليوم في الإشراف، وبالأستاذة الفاضلة المتألقة على الدوام نجاح جبريل فادي، وتحية طيبة للأستاذة ياسمين السكلي رئيسة الجمعية. مرحبا بضيوفنا الكرام، عدد ما خططه الأقلام من حروف، وبعدد ما أزهر بالأرض من زهور. مرحبا بالعلم المفيد والإبداع المتجدد، وبكل الحب والوفاء، وبأرق كلمة الشكر والثناء، ومن قلوب ملؤها الإخاء تتقدم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة وعلى رأسها الأستاذة ياسمين السكلي، بالشكر والتقدير لفانيهم في إنجاز أعمال سكراتش والخرائط الذهنية والبلوتاغون وغيرها، ولكل المدربين المتألقين كل باسمه ولقبه. نواصل المشوار مع مبادرة المعلم العربي المبدع التي انطلقت من يوم 7 أكتوبر وتستمر لغاية 16 ديسمبر. ومع الورشة التاسعة من مبادرة المعلم العربي المبدع التي تتناول اليوم التغذية الراجعة والتقييم التكويني باستخدام بيرديك، تقدمها لنا الأستاذة الكريمة المتميزة نجاح جبريل فادي، وهي سفير ومدرب للجمعية بليبيا، متحصلة على لقب المعلم العالمي لسنة 2022، ونبارك لها حصولها على هذا اللقب. أخصائية علم نفس تربوي وإرشاد سلوكي ومدرب معتمد للطفولة المبكرة. مساء الخير أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بحضرتك، شرفت الحضور ولك الكلمة. أستاذة نجاح، أهلا ومرحبا بالجميع. يسعد مساك أستاذة بثينة، أهلا أستاذة إيمان، أستاذة نادية، أهلا ومرحبا بكل الحضور معنا من كل أقطار الوطن العربي، وتحية طيبة لصديقتي وعزيزتي الأستاذة ياسمين السكلي. نتمنى يا ربي أنها دائما تكون موجودة معنا، وأنا آسفة يعني بصراحة قلبي معها أنها غابت عنا في ظرف لهذا الظرف، ولكن رب إن شاء الله يلطف. يلا استغفر الله العظيم. أعتذر. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذة بثينة، نعم معك أستاذة نجاح، معك. تمام. اليوم إن شاء الله نفس ما عرفت الأستاذة بثينة حيكون تدريبنا عن تطبيق إن شاء الله حيكون سهل الاستخدام لمن هو لأول مرة. ولكن قبل أن نبدأ في التدريب، حبيت بس منكم المشاركين معنا، من لم يستخدم سابقا تطبيق أو أداة البيردك، يسجل مثلا في الشات رقم 0 مثلا، ومن استخدمه يكتب الرقم يعني 1 2 3 على حسب استخدامه له. تفضلوا بعد إذنكم. أه
أستاذة نادية، ممكن أستاذة بوثينة اتبعي لي في الشات بعد إذنك؟ الأغلبية أستاذة نجاح لم يستخدموا هذا التطبيق. تمام. شارك الشاشة الآن. ثم ظهر الشاشة. ما زالت بعد أستاذة نجاح. كيف الأمور؟ لم تصل بعد. الظاهر هذا منوال معي أنا. أجواء النت يعني معروفة. لا، وليش تختار في البداية؟ تمام. نوقف المشاركة ونرجع نشارك من جديد. الآن توقفت، أرجع الآن في المشاركة. الآن وصلت أستاذة بوثينة أو بعد؟ لا، ليس بعد. فرحين. ما زالت. جربتها قبل التدريب كي لا أقع في مشكلة المشاركة كما حصل في التدريب السابق، بس يبدو أنها أصبحت من بروتوكول تدريبات نجاح. بس سوف أحاول الدخول عبر المستعرض. والآن كيف؟ لم تصل بعد، أظن لم تصل بعد.
وصلت الآن أستاذة نجاح والحمد لله. أستاذة نجاح؟ نعم تمام. أوكي، بالتوفيق. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بك مجددا. قبل ما نبدأ تدريب اليوم، تسمح لي أستاذة بثينة الحضور الكريم من من المشاركين معنا في المبادرة، بخصوص أولا هناك أمرين. الأمر الأول فيما يخص القصص الرقمية التي قمنا بإرسالها أو بتنزيلها أو مشاركتها على صفحات الجمعية، وكذلك موقع اليوتيوب الخاص بالجمعية. بعد إذنكم لو سمحتوا، القليل من التفاعل تجاه قصصكم، تجاه مشاريعكم التي صممتوها، سواء كانت بالسكراتش أو بالقصة، لأي ورشة كانت، سواء كانت الخريطة، أي تدريب شاركت فيه، قيموا لكم، يعني ارسلوا لبعض تغذية راجعة، هو موضوعنا اليوم إن شاء الله. قدموا لبعضكم تغذية راجعة، أن هذه قصة جميلة ولكن لو استخدم كذا كان أفضل، ولكن نراعي أيضا في تعليقاتنا أن هناك من يستخدم هذه التقنيات لأول مرة، يعني نكونوا منصفين، يكون تعليقنا مشجع محفز أكثر شيء، لأن نحن أساسا نشجع فيكم، فنفس ما نحن نشجع في اللي يأتي لأول مرة، أيضا شجعوا بعضكم على الاستمرار، ادعموا بعض، من عجبته تطبيقه يسأل كيف تم استخدامها ونحن نرسل له وما إلى ذلك. تفاعلوا عبر موقع الجمعية. الشيء الآخر، نعرض لكم سريع تقييم القصة. اللي شاركوا في تقييم القصة هذا هو التقييم، ولكن مش هن يعني نمر عليه تفصيلا، بس هذا هو التقييم النهائي للقصة. في ظاهرة شاشة أستاذة بثينة، ظاهرة في البير ديكرا أستاذة، صح؟ مش في ال، تمام، أنا مش الآن بالتحديد. عارضة، تمام، ممكن بس ممكن بس نت ضعيف. أنا الآن عارضة للتقييم، اللي هو وصلنا روابط ومشاريع تم استبعادها، تم استبعادها لعدة أسباب، إما لأنها كانت صورة واحدة، أو لأن الرابط لا يفتح، أو لأن الرابط تالف، أو كذلك لأن هو كان فيديو أو عليه العلامة المائية، يعني نحن تغذينا عن العلامة المائية في بعض الصور، ولكن في بعض المشاريع العلامة المائية مغطية كل الصور، يعني مش ما كانتش على مثلا يعني نقدر ننشروها، ولكن نحن أخبرناكم أن كل أعمالكم بإذن الله تعالى سوى نعدلوها مع بعض ونجروا بعض التعديلات عليها لنشرها، ولكن ليس كل الأعمال التي تنشر هي فائزة، ولكن النشر اتفقنا أنه حيكون لكل الأعمال إن لم يكن مثلا لبعضها بس. أما موضوع الفوز فهو هذا يرجع للجنة والإحصاء والتقييم وما إلى ذلك. هذا فيما يخص التقييم. ظاهرة شاشة التقييم يا أستاذة؟ نعم ظاهرة. تمام، هذا هو الإحصاء بصفة عامة، لمن يسأل أنا كم درجتي، أنا كم تقييمي. هو النظري كان عليه 6 درجات، ولكن اللي كان مشروعة تحصل على الدرجة النهائية، تغذينا عن ضعفه في النظري، يعني من تحصل مشروعة على الدرجة النهائية اعتبرناه مشروع رائع لأنه هو الأساس، ولكن لو كان نركز معنا في النظري كان تمكن أنه يتقن الأداة، لأن في النظري قلنا ما فيش صور عليها علامة مائية، وللأسف أغلب المشاريع جت بصور عليها علامة مائية، ولكن ما تخافوش إن شاء الله الأمور تمام، وما فيش حد إن شاء الله هيقعد زعلان، واللي ما يفوزش مرة يفوز مرة قادمة، واللي لأول مرة يعتبرها مشاركة وما إلى ذلك. المهم إن شاء الله في تسوية حتصير، ما فيش حد المهم يقعد زعلان ولا إنه يخاصمنا أو يزعل منا. بسم الله الرحمن الرحيم،
هذا الرابط أول حاجة نديروها مع بعض، أرسل لكم هذا الرابط. هذا الرابط هو يعطيك 3 أشهر مجاناً لاستخدام البيردك بكل امتيازاته لمدة 3 أشهر، يعني 90 يوم. أنا حنرسلك كم في الشات. ها هو الآن، قوموا بإدخال هذا الرابط. بس خلونا نتفقوا إن ما نحكوش على أنا كيف يفتح معايا، أنا كيف ندير، أنا كيف نسجل، أنا كيف كيف، أنا كيف كيف. نحن اتفقنا إن نحن نضعكم على الطريق، أما بقية التفاصيل لأنه هو تسجيل، بقية التفاصيل إن شاء الله حترجعوا لها في الفيديو، ولكن مش حنتجاوز نقطة مهمة يجب أنها تقال ولم نقلها، هذا بإذن الله لن يحصل. أما طريقة التسجيل أعتقد أنها أصبحت تلقائية، تفتح الرابط، تدخل بياناتك، هو يسألك تدخل بياناتك لمن لم يجد العربية في بعض المنصات مثلي في بعض المنصات، تشغل الترجمة، اتبع الخطوات، بسيطة جدا، دخل اسمك، دخل، هو يطلب المدرسة، لما يطلب رقم المدرسة دخل الكود نمبر متاع بلادك، يعني مثلا أنا بلادي 0218، كامل الكود نمبر أستاذة بثينة متاع تونس، الرقم اللي 216. نعم 0216 16. تمام 0216 ونحن 0218. يعني هذا هو الكود نمبر، الدخلة، الدخل البيانات، وإن شاء الله الأمور تمشي تمام. ونبدأ مع بعض في اتباع أول الخطوات بعد أن تنشئ رابط، أو تنشئ، قصدي تنشئ حسابا على منصة البيرتك. هذا الرابط مجانا لثلاثة أشهر لإنشاء يعني حساب على منصة بيرتك. اتفقنا؟ ننتقل للجزئية الثانية اللي هو ما هو أساسا البيرتك اللي نحن الآن ننشئ له في حساب على هذه المنصة. طبعا هذا رابط كذلك لمجموعة ويكلت، حطيت فيه كل الروابط، بس كان في معي إشكالية فهو ما تقبلش أي خط، يعني أي كتابة، فأغلب حتلاقوه صور وروابط، كل روابط الجمعية الخاصة بالمبادرة، روابط للبيردك، وفي رابطان لدروس بيردك تصمموا على غرارها دروس. الشاشة غير مشاركة، من يقول الشاشة غير مشاركة؟ ظاهرة يا أستاذة؟ تمام. بعدين نأتي للتعريف بالبيردك. البيردك أولا هو يعني تطبيقة أو أداة تضاف للعروض التقديمية لتجعلها تفاعلية. كيف إلى أي عروض يضاف؟ يضاف إلى عروض الباوربوينت، ويضاف إلى عروض السلايد الخاصة بالجوجل اللي هي الجوجل سلايد. البيرتك أساساً مصمم أن يكون مع الجوجل سلايد، في الأصل هو للجوجل سلايد مش للباوربوينت، ولكن أضيف أخيراً ليصبح من أحدى أدوات الأوفيس 365. كيف ويشغل عن طريق، تقدر تفعله في التيمز عن طريق الباوربوينت اوفيس 365، وتشغله في الكلاس روم عن طريق تفعيلك له داخل الجوجل سلايد. هذا بالنسبه لطريقه عمله. يتيح لك اضافه اسئله تقييم، هو فيه داخله 6 أسئلة، يوفر لك الكثير من القوالب الجاهزه، يتلقى الطلاب التغذيه الراجعه في الوقت الفعلي، يعني انا امتى نقدم تغذيتي الراجعه؟ مش بعد فتره، نقدر نقدم تغذيه راجعه اثناء الدرس، ويجعل درسك شمولي اكثر وممتع اكثر. وهنا كتربويين نحب ننوه الكلمة شمولي، شمولي يعني يشمل الطلاب بمستوياتهم واختلاف
فروقهم الفردية أو خصائصهم النمائية، يعني يراعي كل هذه التفاوتات. يتيح لك فرصة الشراكة بين زملائك أنت كمعلم، يعني يتيح لك فرصة أنك تكون شريك، سواء كنت معلم فرضاً معلم لغة عربية أو معلم علوم للصف الثالث أو الرابع أو أي مرحلة، حبيت زميلك يشاركك في نفس الدرس، في خاصية تقوم بإرسال رابط لمعلم ويكون معك هو داخل الدرس وتصمم الدرس، يا أما بتعديل أو بتصحيح أو تستدعيه. مرات تقول له شوف الطلاب تغير درجاتهم، أو شوف بعد ما غيرنا الاستراتيجية اللي أنا طبقتها أنت كنت رافضها في الأول، فتعال شوف أنا غيرت، ادخل معي للرابط وشاهد بعينك ماذا حصل وما إلى ذلك. كذلك يعطيني فرصة للتقييم الأولي، هنا تركزوا معايا، ومش نفس ما حصل لي في تطبيق القصة، تقولوا لي مثلا أي أحسن النظري ولا التطبيقي. النظري والتطبيقي مرتبطان، يعني أنت كيف تبي تبدع في حتى في تركيب آلة طالما أن ما فيش بين يديك كتالوج أو شيء ترجع له في التركيب أو في الصيانة، فما بالك في درس أو في معرفة. طالما ما عندكش قواعد نظرية مش هتتمكن، وهذا الشيء اللي وقع فيه بعض الأخوة معنا المتدربين والمعلمين الأفاضل والكرام، اللي نقدم لهم كل التحية وسعيدة بكل مشاركاتهم التي أسعدتنا كثيرا، ولكنهم للأسف الشديد اختاروا صور نحن اتفقنا عليها أن مفروض ما كانتش وما إلى ذلك. التقييم أول الدرس كيف يكون تقييم أول الدرس؟ مثلا أنت كمعلم تخش تقول السلام عليكم كيف الحال وما إلى ذلك وتبدأ في الدرس. الدرس هنا أنت هتستخدم في شيء تستخدم فيه اللي هو التمهيد. التمهيد أما أنك تتبع لاستراتيجية أو تتبع لمثلا طريقة أنت متعود عليها، سواء كانت استراتيجية سؤال من درس سابق، إذا كانت استراتيجية عصف ذهني وما إلى ذلك من استراتيجيات التمهيد. هذا التمهيد اللي تستخدمه التقييم الأولي. أصلاً طلابك في هذا الدرس هم على دراية بهذا لا، يعني اجمع بعض البيانات أو اعمل تقييم أولي سريع شامل، سريع وشامل. هل هم على دراية بالموضوع اللي أنت بتعطيه لهم اليوم أو لا، عشان يسمح لك كيف تتعامل أثناء الدرس، كيف تتصرف لما تكتشف أن مرات المعلومة التي بتقدمها لهم هي أقل من مستواهم، يعني هم متجوزينها مرات. أنت تقعد فاكر أنك جايب معلومة جديدة فتتفاجأ أن طلابك عندهم علم ومتجوزينها. فهذه هي فائدة التقييم الأولي، وهذا ما يتيحه لك هذا التطبيق وتنشوفه كيف تستخدمه. أيضا التقييم أثناء الدرس، أثناء الشرح أنت تقول يا سلام ما شاء الله وكذا، وهم يتفاعلوا معك ونحن معك يا أستاذ أو يا أبلة أو يا معلم أو مس وما إلى ذلك، ومتفاعلين وما شاء الله الأمور ماشية تمام. إذا في أسئلة وفي تكرار لبعض المعلومات وفي حوار بينك وبين طلابك أو بين طلابك أنفسهم، إذا في هنا نشاط، يعني في تعلم، في طالب نشط معك في الحصة. هذا النشاط يخليك أثناء ما أنت تقدم في الدرس، أثناء الدرس تقول لا ما شاء الله يعني ممتاز، يعني قدرت أنا نوصل معلومة، فتقعد مبسوط بنفسك هكي أثناء شرحك. بعدين تأتي للتقييم آخر الدرس اللي هو تسألهم وتقول لهم إلى هنا يا طلابي الأعزاء كل شيء واضح تمام عارفين تمام، إذن من يقول لي سريع ما هو كذا كذا، إذا كان درسك مثلا عن جغرافيا عن كيمياء تعطيهم سؤال سريع من الشرح اللي كنت تشرح فيه، فهم يقولوا أنا فيجاوب الصف كله. إذا أنت أجريت أخيرا تقييم آخر الدرس. الآن سؤال في الشات جاوبوا لي عليها بسرعة، اتقلنا التقييم أول الدرس، شرحنا كيف يصير أثناء الدرس في نهاية الدرس، هذه الأنواع الثلاث من التقييم شو نحصل أنا، يعني بما على ماذا أتحصل نهاية هذه التقييمات الثلاثة؟ على ماذا أتحصل نهاية، يعني ماذا يستفيد المعلم أو ماذا على ماذا يتحصل المعلم من أثناء هذه التقييمات التي يجريها أثناء الحصة؟ كيف
كلمة من مصطلحين، وهي مصطلح تربوي من كلمتين يعني. جميل. الكلام كتب تملك المكتسبات، مدى نجاح الدرس، نجاح الدرس. طبعا اعذروني عشان السرعة، باللغة الإنجليزية أسماءكم، التشخيص للدعم والعلاج، حصيلة المكتسبات، تقييم الأداء، التشخيص التقييم، تقييم وتشخيص، أتحصل على مستوى التلاميذ، تغذية راجعة لتقييم تكويني، تغذية راجعة، تشخيص وتقييم، التغذية الراجعة، التقييم التشخيصي. جميل. أستاذ عبد السلام العماري، تقييم أحسنتم. أستاذ عبد السلام، في معك رفقة أجابت بنفس إجابتك، وهذا هو المطلوب اللي هو التقييم التكويني. أحسنتم. وأيضا كل الإجابات تدل على مدى وعيكم وتفهمكم للعملية التعليمية اللي تدور، ولكن في شوية مصطلحات يعني إن شاء الله نتفق عليهم، ولكن لا يعني أن إجاباتكم خاطئة، ولكن إجاباتكم قاربت الصواب، ولكن خلينا نتفق عليها، اللي هو التقييم التكويني. أنت كمعلم تعمل في تقييم تكويني، منيش يتكون التقييم التكويني هذا؟ كيف كونته؟ يعني عندك تقييم مكون، كيف تكون؟ إذن كيف تكون هذا التقييم؟ تكون من أول الدرس، أثناء الدرس، ونهاية الدرس. إذن أنت تحصلت على تقييم تكويني، هذا هو أحد التقييمات اللي نتحدث عنها، ويجب أن نعرفوهن عشان نعرف كيف نستخدم أسئلتنا في البيردك. وايضا مش بس في البردك، اساسا اللي يعرف يطبق نظري في دفتر التحضير اكيد حيتمكن بجداره انه يطبق على اداه رقميه او تطبيق رقمي. التقييم بعد ما حصلت انا كل هذه المهمه وحصلت على تقييم تكويني، اعطيهم واجب او اعطيهم مهمه. بعد المهمه انا ماذا افعل بعد المهمه؟ المعلم بعد أن يعطي للطلاب مهمة أو يعطيهم واجب أو سؤال، ماذا هذه المهمة؟ ماذا يعطي بعد مهمة؟ يراقب، تكون عملية تقييم. أجيبه في الشات بعد إذنك. المعلم بعد المهمة، المعلم بعد مهمة لطلابه ماذا يقدم؟ أحسنت يا أستاذة وفاء. التغذية، التغذية الراجعة. جميل جدا. إذا التغذية الراجعة هي يعني للمعلمين الجدد أو للمعلمين اللي اشتغلوا في التعليم وكانوا في مثلا مجالات أخرى، فنكرر لنا أنفسنا ولهم أن التغذية الراجعة هي إرسال المعلم لتصحيح بعد مهمة يقدمها، يعني أو تعديل، في لها عدة تعريفات، ولكن نحن خلونا نحكم بس على تعريفها كتعليم. المهمة هي باختصار وببساطة وسهولة، التغذية الراجعة هو تصحيح المعلم للمهمة اللي طلبها من المتعلمين بعد أن قدم لهم المعرفة. يعني ما نعطيهمش تغذية على معرفة جديدة، يعني أنا نعطيهم المعرفة قبل وبعدين نقدم لهم مهمة وبعدين نقدم لهم التغذية الراجعة. متفقين نحن على سير الدرس بهذه الخطوات؟ متفقين على سير الدرس بهذه الخطوات؟ اعملوا لي لايك 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 لايك. كاني انا ما نشوفش في اللايكات هيك. لا اعملوا لي لكات بتاعت التيمز عشان نشوف طلعاتك.
ما شاء الله عليك، شكرا. تمام تمام جميل، نستكمل بعدين. نتحصل على التغذية الراجعة، وتحدثنا عن التغذية الراجعة وأهميتها. كذلك نقدر نستخدم تطبيق البيردك، ركزوا معنا أيضا في هذا الموضوع، مش لصعوبة التعلم، لرفع مستوى التحصيل. أنا هنا نتحدث عن رفع مستوى التحصيل. رفع مستوى التحصيل يعني الطالب اللي عنده تحصيل متدني مرات ما يكونش عنده صعوبات تعلم، يعني هو تمام كويس بس في إشكالية في استيعاب المادة، يا أما بسبب الوسيلة اللي تستخدمها، أو بسبب علاقة بينك وبينها، أو بسبب أصدقاء، أو بسبب المنهج، أو صعوبة في كذا. المهم أنتم عارفين الكلام هذا كله. فهنا نقدر أنا نستخدم البيردك في مجموعة محدود عددها للمدارس اللي مش متوفر فيها انترنت، او للطلاب اللي ما عندهمش اجهزه رقميه، او لصعوبات حتى البنيه التحتيه في بعض الدول. يقول لك نحن مدارسنا مش مفعله على الانترنت، او ما عندناش، ونحن باهي اللي عيالنا يمشوا للمدرسه كويس نحصلهم في كراس، مش نشتري لهم تاب او يعني غيره. فعشان المواضيع هذه كلها نحط لها حل وتشتغل وتتخطى هذه الصعوبات، استخدم كفريق يتكون من 5 طلاب، 3 طلاب، 2 طلاب عندهم بعض المشاكل في مستوى التحصيل، استخدم معهم أنت هذه الاستراتيجية. ومش حيكون صعب عليك أنك توفر لهم يعني إمكانيات، لأن عددهم حيكون قليل. ننطلق الآن إلى التطبيق، ولكن نكرر من جديد أعزائي، وبعد إذنكم لو سمحتوا، طبعاً أنا بس اسمحوا لي نغلق الصفحات عشان الانترنت ما يضعفش معايا. وبعد إذنكم لو سمحتوا تفاعلوا رجاءً مع المناشير، القصص، أشغالكم اللي نرسلوا فيها. أتي لمحرك البحث، أي محرك بحث كان أنت تستخدمه. أنا عشان خفيف على الإنترنت هو أنا نستخدم كروم، وندخل ندخل مثلا الرابط اللي أرسلت لكم في البداية. أنا هنرجع له من هنا. أستاذة بوسينة لو أنا صعب أني حصلته ممكن تحصليه لي؟ معك الأستاذة نجاح. شو أي رابط؟ الرابط البيردك، سواء أنا رجعت للمحادثة يمكن تو نلقاه. أعتقد ها هو، تمام ها هو. تمام، آتي للرابط اللي رسلت لكم وتعملوا له لصق في محرك البحث اللي تثقوا فيه. هذا الرابط يعطيك فرصة، طبعاً هي مش مجاناً، هذه التطبيقة مش مجاناً، وتقدر يقول الحاسب جوجل ومايكروسوفت. إن لو مايكروسوفت خلي في بالك أنه حيكون استخدامك لها محدود في بعض العناصر، ومرات حيكون محجوبات بعض الأدوات في الأسئلة محجوبات عنك. بس نحن عشان نستخدموها بشكل أوسع وأشمل ونستفيدوا من كل أدواتها، هنستخدموها عن طريق الجوجل. نحن أنا مثلاً هندخل استخدام بالجوجل، ونحب نقول لكم شيء بعد تكملوا إنجاز كم. أشوف هذه هي، طبعا انا لاني دخلت هذا الرابط قبل كم، اكمل انشاء حسابك لاسترداد القسيمه، يعني لانه هو فتره مجانيه. لما تكملوا انشاء اول درس حتصلكم بعض الشارات من المنصه، انكم يعني حتعطيكم ايضا شارات، كل ما تنجزوا بها عمل كل ما تقدم لكم شارات، سواء في تفاعل الطلبه معاكم او سواء انتم في تصميمكم، فهي حترسل لكم بعض هذه الشارات. فتاكدوا من ايميلاتكم بعد انشائكم او عملكم على التطبيق. انا حندخل معلم. انا يسالك اولا انت طالب او معلم، تختار معلم. كنت طالب، اختار معلم عشان تتمكن من استخدامها بشكل صحيح. نفس البيانات اللي تظهر لي حتظهر لك.
أنت مميز، تسجيل الدخول البريميوم، هذا الرابط اللي أرسلت لك حتلاقيه، وضع لك هذه العلامة على صورتك البروفايل اللي أنت أساساً وضعها على الجوجل اللي أنت أساساً وضعها، حيظهر إيميلك هنا اللي أنت دخلت به. تمام، هذه هي الواجهة الرئيسية لحسابك على المنصة، فقط على المنصة. هنا يظهر لك في الأسفل كل أشغالك الموجودة في الدرايف الخاص بالجوجل. الدرايف يعني لو أنت كنت محمل صور أصدقاء، شغل، أي شيء محمله، حيظهر لك في الأسفل هنا. تمام، يعني هذه الصور وهذه الملفات في الأسفل هي نفسها صورك الخاصة بك الموجودة على الدرايف التي أنت قمت بحفظها سابقاً على الدرايف، تجدها هنا. تمام، أيضاً في الأسفل هذه يعني زي ما نقوله مواد لتطوير معرفتك بالبيردك وكيف تستخدمها، وما هي المواد اللي تقدر تضيفهن، وآخر الأعمال المضافات لها لهذه الأداة. أما بالنسبة لهنا، هذا كل ما يهمنا اللي هو قم بإنشاء درس هنا. بالنسبة للمساعدة طبعاً هذه عادي، يعني تواصل مع المنصة. بستان المحتوى هذا شغلك اللي أنت تديره مع طلابك، جلسات هذين أيضاً الدروس اللي أنت تصممها، ولكن هنا بملفات جاهزة بالعدد، أين الإجابات، الكذا، بكل تفاصيل الدروس. هنا في هذه الخانتين تجد دروسك الخاصة بك، ومن أجاب ومن تفاعل، وكل الإجابات والبيانات والتاريخ واسم الدرس وما إلى ذلك. هنا تقوم بإنشاء أول درس خاص بك في طريقتين، يا أما أنك تضغط على هذا وتقوم بإنشاء درس من هنا، أو أنك تقول لا أنا عندي طريقة أسرع. ما هي الطريقة الأسرع؟ أني أدخل أساساً على الدرايف. تمام، الآن أنا موجودة في الدرايف الخاص بي، والله وتعبتني وفضيتها باش تشوفوه بهذا الشكل اللائق. يعني شوف يا أستاذة بوفينة، أي جميل لما كان شكي هو صراحة. فبعدين أنت تفتح من الدرايف على طول بهذا الشكل. في الدرايف شو تلاقي؟ تلاقي العلامة البلاس جديد هنا، جديد، تضغط على جديد. طيب ما هو الجديد اللي حضرتك حابة تقوم به، أو حضرتك كمعلمة فاضلة حابة تقومي به جديد؟ الجديد هو العروض التقديمية من جوجل، ها هي، أو الجوجل سلايد حسب ما أنتم تتعاملوا، بس أنا دائما نحب نعرب عشان نشتغل بتركيز ونفهم المطلوب. يعني العروض التقديمية، أضغط على العروض التقديمية، أعطاني هذه الصفحة. لو رجعنا للموقع، هذا هو اللي فتحت منه الله قم بإنشاء. أستاذة نجاح، الشاشة ثابتة. نعم، والآن هي بس قضت وقت شوية وهكذا. حتى الآن متوقفة. وين واصلة الشاشة؟ شنو اللي ما شافوه يعني؟ في صفحة جوجل. والآن ما زالت متوقفة؟ أي نعم متوقفة.
تمام. نحن تحدثنا عن حنقليته في نفس الصفحة عن إنشاء الدرس بالعروض التقديمية الخاصات بالجوجل عن طريق الإضافة اللي اسمها بيردك، عن طريق إضافة البيردك. لازالت الشاشة متوقفة؟ أي نعم أستاذة نجاح، ما زالت متوقفة، ما زالت ثابتة. والآن ما زالت. طيب ماذا أفعل؟ أخرج وأرجع؟ حاولي أستاذة نجاح الخروج والدخول. سأحاول أولاً إيقاف المشاركة وبعدين نجرب الخطوة إيقاف المشاركة. الآن أنا توقفت مشاركتي، فصلت الشاشة ولا ما زال؟ أي الشاشة ما ليست موجودة. الآن الآن موجودة أستاذة نجاح، لو ممكن الإعادة لأن هناك من لم يفهم. حاضر. شكرا. حاضر. أخبروك أنا ما فهموش يعني السبب ليش؟ ممكن بسبب توقف الشاشة، هناك من كتب لم أفهم، أنت لم يفهم. لم يفهم ماذا ولماذا؟ شوف هذا صعبك. هناك من كتب ماذا ولماذا؟ هناك من كتب لم يفهم شيء. أخرى شيء طبيعي. شوف في أيضا يعني كل ما مر ذكره هو عن التقييم وعن التغذية الراجعة وأهميتهم لصفك ولدرسك، وبعدين أرسلنا رابط في الشات، هذا الرابط يعطيك فرصة للاستفادة من البيردك 3 أشهر مجانا. البيردك ما هي أصلا؟ هي عبارة عن أداة تخلي العرض التقديمي تفاعلي، ودخلنا للمنصة وأنشأنا حساب على المنصة للبيردك، ثم الآن فتحنا عرض تقديمي لتفعيل هذه الأداة. أتمنى أن يكون واضح. أستاذة نجاح عودت الشاشة وتوقفت. الآن ما الذي ظاهر أمامك؟ شايفة حركة الماوس أو لأن الشاشة بيضاء؟ توقفت في الصفحة متاع درايف جوجل ووقفت هناك، توقفت هناك. الله توا. لو أنا نحرك فيها كل مرة فاتحة، أنت مش شايفة التحركات بين كلهن؟ لا ما فيش تحركات. شايفة اي ثبت الشاشة. الآن ما زالت ثابتة، ما زالت لم تظهر.
والله عاد والوقت عندنا هذا هو وقت الذروة، أكثر ضغط يصير على الشبكة في هذا التوقيت، بعدها تقعد ما شاء الله. جديد كيف الفواصل اللي كثيرا حرقان الدم، والآن لا ما زالت يا رب. وهكذا أنا هي لم تظهر مجدد. لا لم تظهر بعد. أغلقت جميع المتصفحات. ما زالت ما ظهرتش أستاذة؟ أي ما زالت. طبعا بس إلى أن أتمكن من مشاركة الشاشة وأعتذر عن ضعف الإنترنت صراحة خارج عن إرادتي يعني هذا الأمر، وكلنا نتفهم. أيضا أطلب منكم أيضا إنكم تتفهموا هذا الأمر من طرفي يعني. كذلك استخدام التغذية الراجعة في هذه الأثناء، جربوا أفتحوا إيميلات أو على المنصة البيرتك، حساب على منصة البيرتك عبر الرابط الذي أرسلناه لكم في الشات. أبدوا شغلوا المنصة. وهناك من يسأل أستاذة نجاح عن كيفية التسجيل، وهل التسجيل مجاني؟ نعم مجاني، الرابط اللي أرسلته لكم هو مجاني لمدة 90 يوم، والكلام هذا تلقوه إن شاء الله يعني بمجرد ما أنكم تستخدموا هذا الرابط حيصلكم أنه مجاني، نسخة يعني فيها كل الامتيازات مجانية لمدة 90 يوم 3 أشهر. بعدين مش هيتذكر الحساب يعني هيقعد عندك محساب، ولكن تقريبا في سؤالين وفي ميزتين، يعني الميزة الترجمة والقارئ الشامل تقريبا هي حتتوقف، وفي نوعين من الأسئلة حيتوقفن، أما البقية تقدر أنت تشغلها. طريقة التسجيل، اضغط على هذا الرابط في أي متصفح واتبع الخطوات، خطوات سهلة، يطلب منك إدخال بعض البيانات ادخلها بس، هذا كل الأمر حيدخل، وتختار طبعا أي حساب تبي تنشئ عليه على تشتغل به على المايكروسوفت ولا الجوجل. اختاروا، أنا من رأيي إنكم تختاروا الجوجل، أسهل وأسرع وأخف وفيه عدة امتيازات، لأن البيانات توظف للجوجل سلايد وبعدين انضمت إلى تطبيقات المايكروسوفت. ولما تصموا أول دروسكم بهذه التطبيقة حتبدأ تصلكم يعني إشارات من هذه المنصة بأنك بدأت بالحصول على شارات، هي عندها عدة شارات، وحتى عندها بعدين معلم معتمد. ف
فتبدأ تحصل على هذه الشارات تباعاً كلما استخدمت هذه التطبيقة أكثر مع مع طلابك أو مع زملائك المعلمين. ما زالت الشاشة ما شاركتش أستاذة بوفينة؟ أي ما زالت أستاذة نجاح. طبعا أعتذر من المشاركين معنا. الأمر خارج عن السيطرة صراحة، لكن لازلت أحاول لأتمكن من مشاركة التيمز وكل هذه التطبيقات دون أن تتعطل مع الشبكة، ولكن للأسف لم أفلح. فأستاذة بوثينة، عارفة أنا الآن أن نجرب نبي نخرج نهائي ونرجع من جديد بعد إذنكم تسمحوا لي بس أخرج وأعود في نفس التوقيت، يعني أعتذر منكم جميعا. نعم نحن بانتظارك. أعتذر. يلا.
السلام عليكم. وعليكم السلام. والله أعتذر يا أستاذة بثينة، أعتذر من كل الحضور. أحاول بإذن الله أن توفقه. إن شاء الله، لا بأس أستاذة. أي ظهر الشاشة على شاشة التيمز. استاذنا ظهر العرض سلايد، الشريحة المفتوحة الآن بيضاء. أي بيضاء، نعم تمام، والله الحمد. كم جميعا أعتذر مجددا يعني أكيد نفس ما أنا والله نفذ أمر إذا حتى أنتم نفس الشيء، ولكن معلش يعني نستكمل. بعد ما نفتح حساب على القصة هذه النقطة، وبما قال يا أستاذ بوثينة أنه هو لم يفهم كيف يدخل أو كذا، يقدر يرجع للتسجيل خطوات بلغنا عنهن، يعني أظهرناهن وعودت تنشافه، يقدر يرجع لهن، يدخل الرابط، يتبع التعليمات، يختار أول شيء يعطيه سؤال تحب تدخل بالمايكروسوفت أو بحسابك الجوجل. قلنا أن نحن اتفقنا أن نحن نفضله جميعا استخدام الجوجل لسهولته، ولأنه توفر عليه كل الأسئلة وكل الامتيازات مجانية، ولما تنتهي فترة المجاني مش هيسكر حسابك على المنصة، هيقعد قاعد وكل شغلك هيقعد محفوظ، ولكن في بعض الامتيازات ستتوقف عنك لاستخدامها. وهذه الامتيازات اللي توا إن شاء الله مثلا بعد تنتهي 3 أشهر وانتو طيبين توقف، مش هتأثر على فاعليتك في تصميم دروسك بالبيردك. انتو زي ما شايفين الآن نحب نسمع منكم، زي ما شايفين الشاشة الآن الحضور الكريم ظهر الشاشة فيها تمام، فيها الإضافات توا خلوكم معايا بس ركزوا معايا، اللي بيطبق أنا حيقعد شغلي يعني سهل للتطبيق، اللي بيرجع للتسجيل حيرجع له ويستفيد منها. الإضافات هنا، اضغط على الإضافات. الإضافات شنو باللغة الإنجليزية؟ الإدت أو مش عارف شن تلاقيها يعني أنت. حنغير عشان في ناس في ال... أي هناك من يسأل كيفية تغيير للغة العربية. من هنا كما الآن أنا حبيت أن نوريكم، تضغط بمؤشر الماوس على أي موقع خارجي عن الصفحة اللي أنت شغال عليها، حيظهر لك هنا ترجمة إلى العربية. طبعاً هو هذه الترجمة من تطبيقات الجوجل، لما تفتح حساب وتنزلها عادي أضغط عليها ترجمة، تترجم معك الصفحة. حاب توقف الترجمة ارجع للإعدادات، غير من هنا ترجم لك، مثلا أنت شغال بين الفرنسي والإنجليزي، هي فرنسية حاب تترجم إنجليزي، خلي الترجمة الخاصة بك إنجليزي وما إلى ذلك. نرجع هنا الإضافات، اضغط على كلمة الإضافات، اضغط على كلمة الإضافات. في الإضافات حتلاقي مثلا أنا حيظهر لي بعض الحصول على إضافات، الحصول على إضافات. لما ترجع مثلاً للحصول على إضافات حيفتح لك مجموعة نشوفها مع بعض ونفعلها من جديد معك، حتى تظهر لك مجموعة من الأدوات اللي ينفع استخدامها للعروض التقديمية.
يعني هم ضيفين مجموعة أدوات تنفع للعروض، كل أداة لها استخدام معين. نحن نبو من كل هذه الأدوات نريد فقط الفرجك. تقدر تبحث عنها بالاسم، اكتب في الأعلى بيرتك اللي هو E A R، بس مجرد ما تكتب أول كلمة هيظهر لك ها هي التطبيقة التي نريدها أو الأداة التي نبحث عنها. مثلا تنزل أنت للأسفل تبحث في كل هذه المجموعة الأدوات المضافة ما تلقاهاش، أو حسيت أن الموضوع اكتبها في البحث، في السيرش أنا في البحث اكتب بير مثلا أول حروف حتظهر معك، اضغط عليها مرة واحدة بهذا الشكل على عندي فيكتب لي إلغاء التثبيت. أنت يظهر التثبيت، على التثبيت لما تضغط على يظهر مؤشر أن هي عملية التثبيت. أغلق هذه الصفحة وارجع على الإضافات مجددا، تظهر لك هنا. كيف أنت تفعلها؟ خليها مثلا في وضع الاون هيك، بيردك اون. يجب ان هي يعني في كل مره انت تغلق هي تطفي معك، يعني انت تخرج هي تطفي، مش ثابته. يعني ركزوا معايا، مش واحد يجي يفتح طبعا انا حذفتها، يلا مش حد يجي يفتح العروض يلقى صفحه امامه بيضاء يقول يا الهي انا كيف نشتغل، ويدوخ ويتوتر وانا كيف ندير، ومرات حتى يرجع للتسجيل يزيد يتوتر ويزيد يتصعب الامر. لا لا لا، بهدوء، الامر بسيط وسهل وخطوه بخطوه، يعني اتبع التعليمات. اضغط على اضافات، هنكرر للمره الثانيه، اضغط على اضافات. من اضافات هنا الحصول على إضافات، لأن نحن اتفقنا أنك أنت لأول مرة، يعني ما فيش مش مثبتها عندك، فاضغط على حط المؤشر بس على الإضافات حيظهر لك النص الفرعي، اضغط على الحصول على إضافات حيخرج لك مجموعة أدوات تنفع للجوجل سلايد، عشان تقعد عندك فكرة أن هذه كلها أدوات تضاف للجوجل سلايد. نحن من كل هذه الأدوات لا نريد إلا البيردك. هو عندنا حتى هنا النيربود مع تقدر تضيفه، بس نحن حاليا نبو بس البيردك، هذه الأداة فقط. اضغط عليها بهذا الشكل لأول مرة، حتجد هنا تثبيت، اضغط على تثبيت، انتظر قليلا وأغلق الصفحة، ارجع مجددا إضافات، انزل للأسفل عشان نخلوها في الوضع الأون. هتلاقيها تقريباً add on، يعني تفعيل التطبيق أو تفعيل الإضافة، هيك هتلاقيها بهذا المصطلح. بمجرد ما أنا نفعلها تظهر عندي هنا. توا خليني وحدة بوحدة، لما تبي تصمم درس يجب أنها تكون ظاهرة أمامك هنا قبل ما تبدأ تشتغل. يعني لو اشتغلت وهي مش ظاهرة احتمال يصير عندك مشكلة. هي انت ممكن يصير، بس هذه ممكن تقدر لما تكون متمكن منها ان شاء الله في مرات قادمة حتقدروا تجوا العروض تقديمية وتحولوهن الى بيردك بدون ما تنشؤوها، بس هذه في مرات قادمة يعني ان شاء الله. ولكن مبدئيا عشان ما نقعش في اخطاء، خاصة اخطاء الروابط، يعني كيف نرسل الرابط. آتي هنا أول سؤال. السؤال الأول أولا بسرعة، هنا يعطيك زي المكتبة لمجموعة استخدامات. هذه المكتبة فيها، هنا نرجع للتقييمات اللي تحدثنا عنهن، فيها أول شيء التقييمات أنت تستخدمهن اللي هي زي مثلا beginning of lesson، يعني أو قبل الدرس، قبل الدرس يعني قبل الدرس أعطيك مجموعة شرائح تقدر تستخدمها، تو نمر عليها كيف نستخدموها.
رجوع، اضغط رجوع عشان ترجع. هان اهي رجوع السهم الصغير اللي حد مرات يصير يقول انا كيف نرجع وين ما كنت، هي من هذا السهم ترجع. بعدين هنا during lesson يعني اثناء الدرس، اثناء الدرس عندنا شرائح جاهزه، بنقرا واحده على الشريحه تنتقل عندك هنا على شريحتك زي ما انتم تشوفوا تو الان، انا نقرت عليها حتنتقل لي هنا. شوفوا انتقلت، ولكن الكلام اللي مكتوب في الشريحة أنا ما يناسبش درسي. ما العمل؟ بسيطة جدا، هي قابلة للتعديل، احذفها واكتب كيف كان الدرس. كيف كان الدرس أو أي سؤال مثلا بهذا الشكل، بس نوريكم أنك تقدر تعدلها. تعال تقدر تخلي لم أفهم هذا، أنا في تقدم فهمت كل شيء وهكذا. بهذه الطرق غيره، شوفها نقدر نحذف وندخل النصوص اللي تناسب، ولكن في ايضا اتفاق، طبعا ما اكثر الاتفاق اللي يجب تكون اللي هو هذا المربع هون ما تنسوش نهائي ولا تشيلوه ولا تقيلوه، لان هذا هو مؤشر ان الشريحه بيرتك، هو مؤشر على ان الشريحه تفاعليه. كيف الرد انا للسابق؟ نبي نرجع وين ما كنت، اضغط على هذا السهم الصغير هنا الباك. وعلى فكرة استخدامها من الهاتف يشابه كثيرا إلى استخدامها من الكمبيوتر أو الحاسب أو التابلت أو أي جهاز تستخدمه، يعني مشابهات البعض في الاستخدام، ولكن أنا منيش عارفة أماكن بس هذه الأدوات، للي عنده هاتف يعذرني لأني مش عارفة مكان الأدوات وين في الهاتف، ولكن في بعض المعلمين شفتهم استخدموا البيردك من هواتفهم. بعدين يعطيك أيضا هنا الـ end of lesson، يعني بعض الشرائح تنفع للتقييم في آخر الدرس. مثلا أنت تقول أنا صممت درس بس خلاص نبي صور خاصات بالتطبيق، والله عندهم أفكار حلوة، فأنت عجباتك الشريحة هذه والتقييم اللي موضوع فيها، فأنت تتخذها اجري عليها نفس الإجراء، أضغط عليها مرة واحدة بهذا الشكل تنتقل لدرسك كلها هون. واضح؟ واضح أستاذة بثينة؟ كيف الأمور؟ واضح أستاذة نجاح، حد الآن واضح. تمام. بعدين عندي أيضا من ضمن الأشياء الموجودة كذلك عندي بعض أنواع القوالب الجاهزة اللي تخص دروس معينة. مثلا هنا عندي الستريتيكال ثينكينج اللي هي التفكير النقدي. انا كيف نبي نساعد طلابي على التفكير النقدي او التفكير الناقد اللي هو اعلى مراحل من اعلى المراحل في الهرم بلوم مثلا من ضمنهن، كيف انا نساعد طلابي عليه؟ هو عطي لك مجموعه افكار تقدر تستخدمها، ها هي اضغط عليها مره واحده فقط وعدلها بما يتناسب مع عمر طلابك ودرسك. بعدين عندنا هنا بعض القوالب للتعلم العاطفي والاجتماعي، للتعلم العاطفي والاجتماعي، وأيضا نفس الشيء هذه بعض الأمثلة لبعض الأسئلة الخاصات، أمثلة يعني يعطيك عدة أمثلة لأسئلة، هذه ليتلز يعني المراحل المبكرة، ابتدائي، رياض أطفال، صف أول وثاني، هنا عندهم بعض الشرائح اللي تناسبهم، ها هي تناسب المراحل المبكرة أو قبل سن المدرسة أو الصف الأول، ها هي شرائح تناسب هالأطفال، موجودة وجاهزة تقدر تستخدمها وتغيرها بلغة العربية، فرنسية، اللي انت حابة تخليها زي ما هي ما عندكش مشكلة. ايضا في ما يخص
الحساب والعلوم، كذلك العلوم الاجتماعية واللغات، وأيضا لو حاب أنت تبحث عن شيء محدد ترغب في الحصول عليه، هذا كله وين نلقاه؟ نلقاه في المكتبة، هنا في المكتبة هنا في الأسفل. هذه زي المواد ترجع لهن في حالة أنك حاب تطور نفسك وتتعلم وتتشوف، يفتح لي من جديد في حال أنك تطور نفسك وتشوف فيديوهات وتشوف مواضيع من المنصة نفسها عن البيردك واستخداماتها وكيف نفعلها. إلى الآن الأمر واضح إن شاء الله. ننتقل للجزئية الثانية. هناك سؤال، هل يمكن تنزيله على سطح المكتب بعد التصميم؟ لا، هو يقعد رابط فقط، لا يمكن تنزيله، ولكن وين ينزل تلقائي عندك؟ تلقيه ينزل في الدرايف الخاص بحضرتك أو الخاص بحضرتك، حتلاقيه موجود في الدرايف. يمكن بعدين لو تنزله بس معاش يقعد تفاعلي. أما في الباوربوينت هيقعد تفاعلي لما تشتغله أونلاين وترسلهم، بس ما جربتش صراحة أنا نشتغل عليه بالباوربوينت، ولكن في الأونلاين ما ينزلش معايا. لما نزل معايا ما قعدش بيردك، قعد عارض عادي، قعدن الرسومات وقعدن الشرائط ولكن ما تفعلش. أستكمل؟ نعم أستاذ أبو ثينة، أنا دخلت المتحف فما شوفش تفاعلات. الآن قولي لي باش ننتقل في الشريط الآن في صفحة التصميم. لا رجعت، هل ما زالت في صفحة التصميم؟ نعم الآن رجعت. تمام، واضح بعد إذنكم بلغوني لو في واضح. لو واضح الأمر بلغوني. تمام أستاذ أبو ثينة. أي واضح. سؤال فقط، هل هو سهل لوصول الطلاب للتفاعل؟ سهل جدا وأسهل منه ما فيش، وحتى للمعلم في التصميم سهل، بس عادة دائما الشروحات تلاقيها شوية طويلة وتاخذ وقت، بس التطبيق ما ياخذش نص الوقت اللي نحن شغالين عليه. التطبيق أقل من 10 دقايق تكون مصمم درس جميل ورائع ومفعل وعندك رابط، أقل من 10 دقايق يعني، بس الشرح هو اللي يقعد هيك، بس لما تجربوا تشتغلوا عليه، ونحن نفس ما حصل في تدريب القصة الرقمية هنقعدوا على تواصل فيما يخص بعض القضايا والأمور، ولكن شوفي بس التوقيت يا أستاذة بثينة لإرسال الفورم هل هو مازال ولا لا، لأن يجب أن تتحصلوا على الشهادة عشان تكتمل درجة حضوركم. بعدين نأتي الآن إلى طريقة كيف نشغلها. أنا أساساً كيف نشغل بدون هذه أن نحذف هذه الشرائح. آتي إلى أول شريحة، تمام؟ هيا نتوكل على الله ونجول السؤال الأول. السؤال الأول عليه حرف، يعني حروف A, B, C، يعني هو نص، حتى مكتوب لوطة تكست نص، يعني أنت لما تضيفه معناها تبي من طلاب كتابة نص. جميل، إذا يلا نفعلوها، اضغط عليها مرة واحدة وانتظر قليلا. ها هي تفعل، السؤال مفعل ولكن ينقصه ماذا؟ ينقصه المطلوب والإجابة، ولكن هو كسؤال تفعل، ها هو ظاهر أمامي في الأسفل، بس زي ما قلنا ما تحاولوش تشيلوا هذا الشريط لأن عليه أنا الآن حيتحرك،
فما تحاولوش تشيلوا هذا الشريط من مكانه ولا تحذفوه ولا تغيروه، لانه هو ولما يتغير من مكانه او ينشال مرة تتأثر على تفعيل السؤال، يعني مش حيقعد سؤال تفاعلي، حيظهر عندي سؤال عادي. أنا حطيتها، أنا حالياً جهزت بعض الأفكار السريعة هيك عن الرفق بالحيوان، مثلاً نبدو فيهن. أول سؤال مثلاً نخلوه، ماذا تعرف عن الرفق بالحيوان؟ أنا عادةً نعطي في دروس عامة عشان التخصصات. مربع ناس آتي هنا، ماذا؟ لأني أنا طلبة منهم نص، ماذا تعرف عن الرفق بالحيوانات أو الحيوان؟ علامة استفهام أضع هنا. طبعا ما تنساش الجانب الجميل في الأمر اللي هو التلوين، إضافة صور، يعني تقدر تضيف صور زي ما الآن حنعمله، تكبر الخط تخليه في القصف تخليه في أحد الأطراف بهذا الشكل. ماذا تعرف عن الرفق بالحيوان؟ حنغيره الأحمر ونخلوه مثلا الأخضر. اضغط على إدراج الصورة، هنا حيظهر لك إدراج تحميل من جهاز الكمبيوتر، طبعا حيظهر لك مجموعة خيارات، اختار من جهاز الكمبيوتر. في بعض الصور حملتنا أنا مثلا، حنختار هذه الصورة حطها في المناسب بهذا الشكل. هذا سؤال مش هيعطيني شيء أكثر من هيك، لأني أنا طالبة منهم هم يكتبوا إجابة، فبهذا الشكل نكون أنا أنهيت السؤال الأول. قبل السؤال الأول نقدر نحط شريحة اللي هي نحط فيها العنوان مثلا، نقدر كيف نديرها، نزيل هذا الشريحة اللي في الشريط اللي في الأسفل ونخليها شريحة عادية بدون سؤال، فتظهر كأنها شريحة عنوان. نضيف شريحة جديدة Control M لإضافة شريحة جديدة. الشريحة الجديدة اللي بنحط فيها سؤال اختيار من متعدد، ركزوا معايا لو سمحتوا في هذه النقطة، اختيار من متعدد. أول حاجة نفعل السؤال، كيف نفعله؟ نفعله بمجرد النقر عليه وظهور علامته عندي في الأسفل بس. اختيار من متعدد مش هيتفعل نين نتم بعض الخطوات، اللي هي مثلا اختيار من متعدد شن يختاروا من متعدد؟ يختاروا كلمات مثلا دائما، ليس، مطلقا، ابدا هيك، او يختاروا نعم لا، او احيانا، او يختاروا مثلا تسالهم اين تقع مثلا المدينه الفلانيه، شمال شرق غرب جنوب اعلى اسفل، يعني حسب ما انت يناسبك الموضوع تقدر تضيف. طبعا انا مثلا، او حتى رياضيات مثلا حل المعادله كذا، نقدر نكتب مثلا ارقام، نقدر نكتب حروف زي ما انتم شفتوا. انا مثلا ضفت هنا نكتب مثلا نعم، لا لا، احيانا، فرضا ها بهي عندي اجابه اخرى انا بنضيفها من هنا، add answer إضافة جديدة، يعني نقدر نضيف أيضا الإجابة الأخرى مطلقا مطلقا بهذا الشكل. أنا أضفت هذه الإجابة، طيب أنا ما نبيش الإجابات هذه كلها، إذا أضغط على علامة الإكس، حذف حذف، نبي نعم ولا بس، تمام. أنا نبي سؤالي اللي مجهزته ذهنيا يتطلب إجابة نعم أو لا فقط، فنخلي نعم أو لا ونعمل update slide، يعني نبدأ نفعل الشريحة بهذا الشكل ظهر عندي. إذا حاليا ظهر عندي الإجابات، أكيد قعدات أنا جهزت، فطالما ظهر فهن الإجابات أكيد قعدات، بس أنا ما نشوفهنش لأني أنا معلم في طور الآن في مرحلة التعديل الإعداد الأسئلة، فمش هنشوف الإجابات. فما ننساش نحط سؤال، أنا مرات ينهوا ما يحطوش سؤال، فأنا نبي نحط سؤال. اللي سألتهم نعم أو لا، شنو السؤال مثلا؟ خلينا نقوله عشان يتناسب الأمر مع الصور،
خلينا نقول مثلا يجب أن نهتم بالحيوانات الأليفة فقط. تمام، الأليفة فقط. أنا كتبت السؤال، إذا لما يظهر له السؤال شنو الإجابات اللي حتظهر له؟ حتظهر له نعم أو لا، بس هذه الإجابات اللي حتظهر. أيضا طبعا نقدر زي ما أنتم عارفين الإجراءات نفس صفحة الوورد اللي في الأعلى، إن شاء الله مش هتلاقوا فيهن صعوبة أبدا. اتجاه النص حناخذ الاتجاه العربي بهذا الشكل اللي هو من اليمين إلى اليسار. أن تهتم بالحيوانات الأليفة، نختار مثلا أيضا صورة، تكرار الصورة. أنا نقدر نكرر في الأماكن كلهن عشان بس تعتادوا عليها. ناخذ هذه الصورة وأيضا نكرر، لما تستخدموا صور ما تستخدموش صور عليها علامات مائية، لا تستخدموا صور عليها علامات مائية أو بجودة ضعيفة لأنها تأثر على رؤية درسكم. بهذا الشكل ظهرت عندي علامة مائية في أسفل الأطراف أو كذا، قص الصورة من هنا من اختصاص، قم بقص الصورة، تخفي العلامة. بعدين عندي سؤال 1 2 3، إذن المطلوب في هذا السؤال هو كتابة أرقام. قبلها نضيف شريحة جديدة اللي هو Control M، إضافة شريحة، أزيل المربعات، أفعل السؤال الأرقام. أستاذ أبو ثينة، لو نسألهم شوفي لي الإجابات، هل إلى الآن إن شاء الله كل شيء واضح؟ نعم واضح أستاذة، لكن هناك من سأل هل يمكنهم الدخول معك على المنصة للتفاعل على الدروس؟ حاضر أكيد، توان تفاعلوا ونشوفوهم، بس خلوكم معايا خطوة بخطوة نعرفوا كيف نصمموا درس، لأنكم أنتم مطالبين بتصميم درس. هذا الدرس اللي حنصمموه بعدين حنرسلكم جواب نوريكم وضع الطالب ووضع المعلم وكيف ننتقل لمرحلة التغذية الراجعة اللي تحدثنا عنها. نحن الآن في مرحلة التقييمات. بعدين أنا حطيت سؤال، مع ذلك يا أستاذة بوفينا إن شاء الله الأمور تمام واضح. أي تمام أستاذة، واصلي تمام. تمام. بعدين أجل لحظة بس نشوف. بعد ذلك فعلنا السؤال، إذا نحط فعلناه، يبقى توا يبقى نحن نكتبوا السؤال اللي هو نص السؤال. ما هو نص السؤال اللي يخليهم يكتبوا أرقام؟ مثلا أنا نبي نكتب لهم سؤال، كم مرة تتذكر أنك عذرا بس حاضر حبيبتي، كم مرة تتذكر أنك مثلا أطعمت طائرا أو حيوانا أليفا؟ لحظة أستاذة بوسينة، بس دقيقة واحدة.
أعتذر، أعتذر جدا. طفلتي بكت في الوقت الغير مناسب. بعدين إن شاء الله نكتب لهم السؤال اللي يتطلب إجابة يكون فيها أرقام. مثلا قلنا كم مرة أطعمت حيوانا أليف، حيوانا أليفا حيوان أليف. تمام، هذا السؤال يتطلب منهم أن يدخلوا إجابة فيها رقم، إذن هو اختيار صائب لسؤالك. بعدين نحط صورة، أيضا اتفقنا أن نحط صورة. تقدر مش بس تحط صورة، تقدر أيضا تغير كل الإطار العام للشريحة من الخلفيات، تصمم مثلا شريحة كاملة تغير لها تنسيقها كلها من الخلفيات، هنا تختار الألوان بهذا الشكل، مثلا بهذا الشكل تبي وتحط عليها صور. مثلا هذه الشريحة أنا بنغير الخلفية الشريحة من هنا، نختار لها اللون اللي حاسة أنه هو يتناسب مع الموضوع مثلا بهذا الشكل، ونخليها هنا بهذا الشكل. تمام، الآن نحن استخدمنا ثلاث أسئلة. السؤال الرابع، السؤال الرابع هو خاص بأنك تضع لهم تضع لهم رابط، يعني من أي رابط، من أي مثلا من أي ويب سايت أنت يعني يناسب درسك، بس بشرط أن يكون عندك هذا الويب سايت سابقا. أنا كنت حافظة واحد عن الرفق بالحيوان، نجرب نبحث عنه، يمكن يظهر لي في البحث الرفق بالحيوانات بالحيوان. هو تحديد الفيديو أنت تدخل لهذا الرابط، تقوم بنسخ الرابط من هنا نفس ما نفعل في أغلب التطبيقات اللي تحتاج أنك تضيف الرابط، نعمل نسخ للرابط، أغلق وأرجع أضيفه هنا، لصق، هيعطيك معاينة له يعني للتأكيد هل أنت هذا هو الرابط اللي بحثت عنه. نعم هذا هو الرابط اللي أنا بحثت عنه، نضيفه. أنا الرابط ليش فوائد استخدام الرابط؟ فوائد استخدام الرابط أولاً عشان أنت تعملهم زي ما نقوله المادة الإثرائية، أيوة المادة الإثرائية. هذه. بعدين طبعا أنا لو لاحظت أني اشتغلت على نفس الشريحة لأن بس عشان نستخدم الأسئلة كامل، مثلا نقدر نخلي هذا الدرو اللي هو للرسم خاص بالرسم، نفس الطريقة تضغط عليه مرة واحدة، ما يحتاجش منك شيء، عبارة عن أنك تحط لهم سؤال يتطلب رسم، ولكنك تراعي أنك فيش دقة في الرسم، فيعني أنك يستخدموا اللون يلونوا شيء عريض مثلا أو يحطوا لك إشارة بالألوان وما إلى ذلك، بس في هذه الاستخدامات يعني مش إنهم يلونوا أو شيء. أو تقدر مثلا تضيف لهم صورة وتكتب لهم مثلا إنهم يحددوا اتجاهاتهم، مثلا حدد اتجاهاتك حيال الموضوع، مثلا حيال الرفق بالحيوان، مثلا إذا كانت هذه الصورة أنت تراها سلبية أو إيجابية، هي هذه الصورة على دقة منخفضة بس عجبتني القصة فشلتها كاملة. وتخليهم مثلا يعبروا عنها باتجاهاتهم، راضيين أو غير راضيين، أعجبتهم لم تعجبهم،
مع الأمر، ضده، لا يهتموا، لا يبالوا، لا يخصهم، متحمسين كذا، تجربة جميلة ينقلوها لطلابهم وما إلى ذلك. أيضا هذا السؤال هو نوع اللي هو تقدر عن طريقة أنك تضع لطلابك بعض الإشارات واللي هم مطالبين أنهم يضعوها في أماكن محددة. كيف يعني؟ مثلا تضيف لهم خريطة وتقول لهم مثلا أين تقع القارة الفلانية، أو أين تقع المدينة الفلانية، أو حدد لي أماكن الأعلى كثافة سكانية، حدد لي الأماكن الأكثر غابات أو مناجم الفحم أو مش عارف مصادر القمح أو وما إلى ذلك، سواء كان الدرس تاريخ أو جغرافيا أو موقع كذا، أو يعني زي ما تحبوا. تقدر أيضا تضيف صور، مش لازم خرائط، صور أشخاص، يعني ضع إشارة على الشاعر، على الكاتب، على الشخصية، على كذا وما إلى ذلك. تقدر أيضا تستخدمها في مسألة حسابية. كل هذا الأمر منين أنا نقدر نستخدمه؟ طيب جميل الكلام، بهي كيف نطبق؟ طبق من هنا، بمجرد ما تظهر عندك هذا المربع اضغط على السهم الصغير في الأسفل، حيظهر لك أولا مجموعة الدائرة. الدائرة ماذا تحوي؟ تحوي علم وقلب وأشكال هندسية ومواقع ولايك وديسلايك ونجمة وما إلى ذلك، هذه هي الأشكال اللي تحويها الدائرة. طيب الأشكال اللي تحويها علامة القسمة نضغط عليه، هذه هي الأشكال اللي تحويها علامة القسمة. ضع أنت ما يناسبك، مثلا تقدر مثلا نخلو إشارة يساوي، نختار أنا إشارة اليساوي. أيضا هذه إشارة الأشخاص، حدد الأماكن أكثر ازدحاما، حط لهم صورة شخص. حدد الأماكن محمية البحرية، حط لهم السمكة. حدد مثلا الأماكن اللي في العالم مشهورة مثلا بإنتاج الصوف أو اللحوم أو كذا، وضع لهم صورة خروف. حدد أماكن الحدائق الحيوانات، ضع لهم صورة هذا الأسد أو الغابات أو ما إلى ذلك. كيف هو شعورك حيال الأمر هذا أو ذاك؟ حط لهم سمايل، زعلان، غير مهتم وسعيد. هذه سيارة، هذا شخص، هذا منزل، هذا مقر حكومي، هذا كتاب، هذا قارب. تمام؟ مثلا صورة عجبتني، هاي مثلا هذا الأسد أو قطة، ولكن لون مناسب. فمنين نغير من المربع؟ هو لونه أحمر، المربع حيكون على أزرق، حيتحول هنا في الرسم، حيظهر لي ما غير يعني مش مناسب، فنكبر ونصغر من هنا. أهو أنتم شايفين معي الآن تغير لونه إلى الأزرق، هذا خاص بالحجم، هذا المؤشر خاص بالحجم، يعني نقدر نخليه بحجم كبير جدا ونقدر نخليه متوسط ونصغر وزي ما نرغب، ونفعل ونكون حاطة المطلوب تحديدا، مش نتوههم. يعني ما تنساش انك لما تحط شيء كمل السؤال، يعني السؤال والإجابة والأداة اللي يستخدموها. بعدين عندنا هنا إضافة صوت، هذا آخر الإضافات، إضافة صوت. إضافة صوت فيها مرحلتين، أنا لغيت، مش مشكلة، نرجع نفعل الإضافات، تفعيل الوظيفة، أنتظر قليلا. ها هي عادت مجددا إضافة الصوت هنا، انتبه لهذا عشان تضمنها موجودة مثلا. وتقدر تضيف الصوت لنفس الشريحة اللي انت ضيف لها سؤال، أو تقدر تضيفها للشريحة اللي ضفت لها مقطع الفيديو، تقول لهم مثلا شاهدوا هذا المقطع ونتحدث عنه غدا مثلا، أو اكتب ما فهمته من هذا المقطع أو ما إلى ذلك، إذا كان فيديو، صوت، مرات مرجع، أي شيء، مرات كتاب رقمي، أي شيء أنتوا أرسلتوه. ريكورد يبدأ يسجل، أنا لما نضغط عليها معناها صوتي مسجل. طبعا نجربوها الآن مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، كيف حالكم؟
هذه بس بروفا. هنا انك تحذف او هنا انك تضيف؟ لا انا خليني نضيف، بس قبل ما نضيف انا نبي نسمع يعني التسجيل كيف كان. استاذة بوثينة لو ما زلتي متواجدة معنا كذا شوفي لي تسمع التسجيل او لا. نعم معك يا استاذة نجاح. في صوت؟ سمعتي؟ لم نسمع الصوت. يمكن لأن المشاركة مش متضمنة للصوت، بس هو شغال هيك. اهو شغال. اهو تشوفوا فيه هيك شغال. تمام انا رضيت عنه وجميل وما اخطأتش. تمام نبي نضيفه. سيف الى الشريحة. انتظر قليلا هيظهر لي هنا اشارة انه هو إنه هو تفعل معي. ها هي الإشارة، يعني أي شيء أنت تفعله حتظهر لك له إشارة إنه تفعل. معناها بالشكل هذا أنا هذه الشريحة عندي فيها مقطع صوت. جميل. هذه بعض الإضافات اللي حاب يتعرف على أدوات البيردك شخصيا، يعني حاب يطور نفسه بنفسه، يضغط على هذه المراجع في الأسفل ويبحث ويستكشف، حيجد العديد والعديد من المقاطع اللي مصممهن الموقع عشان يشرحوا لك الطريقة كيف تستفيد منها. تقدر تشغلها على اليوتيوب وتفعل وظيفة الترجمة باللغة العربية وتقرأ الترجمة. الآن انتهينا. واضح طريقة استخدامكم للست أنواع من الأسئلة؟ يلا أنا نسأله بهدوء عشان ننتقل اني نرسلكم الرابط. قولي لي استاذة بوثينة، زي ما قلت لك انا دخلت من متصفح فما عنديش دردشة. اي نعم. ما هناك من يريد كيف يعرف مع الطلاب يعني. حاضر، هو هذا الجزء اللي تونجوه توه. اكتب اي مدرسة انا قمت مثل هذا. من سأل اكتب اي مدرسة، اكتب مش مدرسة، ما قلت لك اكتب الكود نمبر الخاص بيك اللي هو الرمز البريدي للدولة، يعني 0216 0218. تمام. اكتبوا لي في الشات بعد اذنكم ننتقل لعمليه ارسال الرابط. واضح تصميم السؤال؟ جاوبوني لطفا، خلوكم معايا وتو ان شاء الله في نتعاونوا عشان ننتهي من اول خطوه مع بعض. انتقل لارسال رابط. يلا جاوبوني سريعا لطفا بعد اذنكم. انتقل لارسال الرابط. هناك من استاذ ابو ثينة. واضح. نعم. لان يمكن انا النت عندي فعشان هيك حبيت نكرر. تمام. واضح. خلاص تمام. انتقل الان الى ارسال الرابط. بعد ما أنا أنشأت درس ووضعت فيه ست أسئلة، تمام؟ وتعرفت على شرائح جاهزة أنا نقدر نضيفهن، وعرفت أنا كيف نسجل صوت ونضيفه، يعني الأمر لما تطبقوه ساهر، ساهل جدا جدا جدا، أسهل مما تتصور. وخصوصا أن الشرائح سهلات، شغلكم على الشرائح سهل. بعد أن جت ست أسئلة وإضافة صوت وإضافة مقطع فيديو، نحط عنوان بس نكرر من جديد الدرس اللي تبوا تسموه بعد إذنكم لو سمحتوا، خلوا أول شريحة عنوان للدرس، أول شريحة عنوان للدرس، وياريت يكون فيها اسمك أيضا والمرحلة الصفية اللي تعامل معاها. أول شريحة عنوان للدرس واسمك والمرحلة الصفية اللي تعامل معاها، تمام؟ يعني ما تفعلش عليها أي نوع من أنواع الأسئلة. الشريحة الثانية والبقية أبدأ فعل عليهم أسئلة. متفقين؟ يلا الآن أرسل لكم رابط، ولكن لدرس مصمم، مش مثلا اللي صممناه مع بعض. حنرسل لكم رابط
درس جهزته عشان يقعد معد لاستخدام كم، ويقعد هو نفس الدرس اللي رسالته كم تصمه على طارة تحديدا، تصمه نفس هذا الدرس مش بنفس الصور ولكن بنفس الكيفية، ويقعد الكم كم رجع تقدروا ترجعوا له وتصمه كيف يعني. انتبهوا معايا، نحن صممنا درس صحيح، وفعلنا الأداة وصممنا دروس تمام، كيف نرسل الرابط وكيف نخلي طلابي يتفاعلوا معي على هذا الدرس بخطوة مهمة وسهلة، وانتبهوا لها. من هنا هذا المربع الأخضر start listen، start listen، اضغط عليها مرة واحدة وانتظر قليلا، يظهر لك مربعين للمشاركة أو طريقتين للمشاركة. الطريقة الأولى زي ما أنا وأنتوا الآن، يعني أنا معاكم وأنتوا معايا ونبي نشوفكم ونرد عليكم وتمام. الطريقة الثانية اللي هي خاصة بمن؟ خاصة بالطلاب لما يكونوا مش معايا، يعني زي الواجب نعطيه لهم يحلوه على راحتهم. أيوة على راحتهم، جبت الكلمة، إنهم يحلوه على راحتهم، الطلاب في بيوتهم أو في أوقات يناسبنهم يقدروا يرجعوا للرابط في أي وقت ويحلوه مع بعض. شنو الفرق بين الرابطين؟ الرابط اللي أنا نرسله للفعلي، التفاعل الفعلي مع بعض، ينتهي لما أنا نوقف، خلاص ينتهي، ما عادش يقدر يدخله، خلاص أنا كمعلم سكرت الأسئلة. بس نقدر نرسله بالطريقة الأخرى، يقدروا هم يشتغلوا عليه في أي وقت يرجعوا له. حاليا انتم نشتغلوا على الربطين. أول مرة ناخذوا التفاعل، يعني وجود الفعلي مع الطلاب، تضغط عليها وتنتظر قليلا بعد ما حددنا نوع التواصل. نوع التواصل كيف يبي يكون؟ يبي يكون واجب في بيوتهم أو تدريب وتبي تكون معاهم؟ يعني حدد، إذا كان تدريب وتبي تكون معاهم أو هم في بيوتهم وأنت بتعطيهم درس وقاعد معاهم وتبي تقيم هذا الدرس وتبي تشرح وشرحت الدرس وتبي تشوفهم فهموا أو ما فهموش، استخدم هذا الرابط. انتظر قليلا حتى يظهر لك هذا المربع. ولكن هنا في نقطة للي يستخدم في الترجمة، إنه يوقف الترجمة قليلا عشان تظهر الحروف بالشكل الصحيح بهذا الشكل. يجب أن يوقف الترجمة عشان الحروف ما يترجمنش، لأن لو ترجمن الحروف إذا الرمز خاطئ حيكون. الآن أنا نقدر ندركم في طريقتين لانضمام الطلاب. أول طريقة بعد إذنكم تكتبوا في متصفح البحث أو تدخلوا على الرابط اللي أرسلت لكم وتضغطوا على كلمة join، join، أو تدخلوا عليها زي ما هي joinbd.com. البحث joinbd.com. بلغيني على الأخبار يا أستاذة بثينة. تمكن الآن لست هناك أي ملاحظة. تمام، اكتبوا في محركات البحث join pt اللي هن أول حرف من بيرتك pt.com. بسيطة وسهلة. يلا أستاذة بثينة، حد الآن لست هناك أي ملاحظة. الآن بدأ بالانضمام، في اثنين دخلوا، جميل.
يلا بعد إذنكم. لأن لما نفعل start class يعني أنا توا فصلي شغال، بس أنا فصلي ما نقدرش نشغله حاليا إلى أن مثلا نقول لا نحصل على بقية طلابي. أنا عارف طلابي عددهم مثلا 10 5، فننتظرهم حتى يتمكنوا من الدخول. الكود أستاذ نجاح هو RDL. هو نعم، هو اللي ظاهر في الشاشة أمامكم في الأعلى RD. نعم يا أستاذة بثينة، قلتي شيء؟ إيه فقط الكود، يطلبون نعم. الكود ها هو اللي ظاهر أمامكم الآن، هنعمل له نسخ. نسخ لا أستطيع. وضعت لهم الكود أستاذ نجاح. جميل، ها هو. شكرا يا أستاذة بثينة، إن شاء الله ديما طيبة. عفوا. والله يبين لي ابتسمتي لي أستاذة بثينة بدري، أنت موترتني سارة. ليش؟ ظروف الانترنت يعني كلنا بنفهمها يعني عادي. لا 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 ولا يهمك ولا يهمك. يلا بعد إذنكم سريع سريع. يلا طلابي الأعزاء أحسنتم، 6. يلا 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 سريع سريع سريع. أحسنتم، تطبيق سهل وجميل ورائع ولن تملوا منه أبدا أبدا، خصوصا إن نشاراته كثيرة وجوائز كثيرة وجميل. هو تطبيق كريم صراحة. قوموا بإنشاء، ولكن بس عندي طلب بعد إذنكم. كل من يتحصل على شارة من هذا التطبيق يشاركنا على صفحة الجمعية عشان نهنوه ونفرحوا معاه ونحسوا أنه في شيء حصل جميل إيجابي يتفهم. أحسنتم. 21 يلا سريع سريع. joinpt.com وتكتب الكود أدخلناه في الدردشة وهو أمامكم ظاهر على الشاشة. تمام. بعدين طبعا في من ينضم الينا سنشارك يعني رابط اخر لتجربه الانضمام الاخر بهذا الشكل. ستارت لسن. الان انا شغلت الدرس، اوكي شوف كيف ظهر عندكم الان، يعني لو في حد يصور ويرسل لنا في الشات. خلص بدأ عندكم، هذا هو عنوان الدرس. تصمم درس تقييم التكويني والتغذية الراجعة بالفيزيك. هنا الفكرة وين؟ إن الطالب مش حيتحكم في المرور إلى الشرائح القادمة، مش حيقدر يتحكم فيهن لأني أنا مشغلة الفصل فعلي، يعني زي من الواقع ما فيش طالب يشرح والأبلة موجودة. نفس الشيء ما فيش طالب يتحرك يعني يقدر يشتغل طالب، أنا ما زلت موجود يقدروا هم حرين في التنقل من شريحة لأخرى. أما الآن أتنقل بهم شريحة لأخرى. بعد انتقل الى ايضا هذا انتظر قليلا الى ان ينتقل معي للصفحه. جميل. هو بس
الآن أنا في الشريحة، الآن عندي 36 في إجابات بدأت تصل، في إجابات بدأت تصل. أنا من هنا أستطيع المراقبة بكل التفاعلات تحصل من طلابي، أستطيع المراقبة وأني نشاهدهم وأيضا نتابع كل هذه التحركات اللي يقوموا فيها طلابي على الشريحة. من هنا أستطيع أني مثلاً نقدر نعرض الإجابات، شوفوا show answers. من هنا أتحكم في مشاهدة الإجابات، يعني عرض الإجابات. طبعاً لأن مثلاً طلابي أنا عددهم كبير، مثلاً في الصف عندي 40 أو كذا، مش معقولة نقعد ننزل بهذا الشكل. أنتوا بس شاهدوا شاشتي الآن، خلوكم معايا وشاهدوا شاشتي، شاهدوا شاشتي لطفا، خلوكم معايا وشاهدوا الشاشه. انا ما نقدرش ننزل، يعني انتبهوا للقطه اللي يعني للنقطه الاتيه، ما نقدرش ننزل. في شيء هنا جميل يسهل علي الامر، ها هو اني اضغط على نظام عرض بهذا الشكل، هتظهر عندي هذه المربعات، تصغر قليلا، فنبعد انا نشوف في تدريباتكم كان تدريبا جيد، تدريب ممتاز، شكرا، جيد، رائع، شكرا لكم، جيد جدا، بين الحمد لله ما حدش جاب سيرة الانترنت، ممتاز. في حد مازال يكتب؟ انا نشاهد، شوفوا يعني في حد هنا مازال يكتب. طيب انتوا تقولوا لي طيب هو ما كيف تعرفي من اللي كان يكتب؟ كيف تعرفي اصح الاجابات؟ انا نقدر نميز هذه الاجابات، من اجاب كلمة رائع انا ما نعرفش من، بس نبي نميز اجابته. اللي قال في حد هنا لكن البنات ضعيفة، ممكن قصده أما قلنا سوى ما حد جاب سيرة الإنترنت، أهو في حد جاب سيرة الإنترنت، فنبي نميز هذه الإجابة بهذا الشكل. هذه الإشعارات اللي أنا نرسل فيها تصلكم الآن، انتبهوا حتلاقوها وصلتكم، هيقول لك أن المعلم أو مش عارف المصطلح يعني معلم أو حد قام مثلاً بكذا كذا، حتجيك إشعار أني أنا ميزت إجابتك، ممتاز، لقد تعلمنا كيف نعد درسا تفاعليا، رائع جدا. هي أنا لذلك أنا بنميز كل الإجابات التي وصلتني، لأن كل الكلام اللي وصلني رائع وداعم ومشجع وجميل. والأجمل من هذا كله أنكم تتمكنوا من إعداد الدرس وإرسال مثل هذا الرابط، ترسلوه لي، ولكن مش بالطريقة هذه، بالطريقة الثانية، لأنكم لو رسلتوه لي بالطريقة هذه مش هنقدر نفتحها ولا نقدر نجاوب عليه، ولما أنا نجاوب على أسئلتكم حتصلكم الشارة، بشرط أنكم تستخدموا 6 أسئلة بطريقة صحيحة. ركزوا معي، تستخدم 6 أسئلة بطريقة صحيحة، ترسل لي رابط بطريقة صحيحة، وأنا بإذن الله تعالى سوف أجيب على كل الدروس التي تصلني، تمام؟ وبعد أن أرسل لكم إجاباتي تصلكم شارة أخرى بأنها أنك أصبحت معد لأول. العفو العفو، أنا اللي أشكركم على هذا الكلام المشجع رغم هذا الانقطاعات المحبطة. تمام، أنا خلاص ما شاء الله عرفت الطلاب عندي وعدد المشاركين، شفنا عندي 44 داخل في الصف، بس اللي تفاعلوا معايا 28 بس. باهي، أنا نقد عارفة من هان، من الأسهل نشوف من ننتقل إلى الشريحة هات. مثلا اكتب شيئين تعلمتهما في تدريب اليوم. 9 مجيبين كيف نعرف الإجابات؟ يلا نضغط على ريسبون، مشاهدة التفاعلات أو حاجة هيك.
انتوا تظنوا ان نفس الصفحه مرات تتوقعوها ان كل كم تعملوا شخابيط او خطوط على نفس الصفحه، لا، كل طالب حتظهر له صفحته الخاصه به. انا كيف نشوف الطلاب كلهم؟ نضغط على الخانه المربعات بهذا الشكل. انا شايفه الان تفاعلاتكم ولكن مش شايفه نيو اب. جميل. تقييم. اكتب شيئين تعلمتهم، يعني انت تعلمت تطبيق جديد، تصميم، كيفية إنشاء تقييم. في أحد كتب كتاب درس تفاعلي كيفية إدراج أسئلة تفاعلية، هذا يعني أنت تعلمت الشيء هذا. جميل. في حد هنا ما زال يكتب؟ أحد الطلاب؟ العفو طبعا منكم، بس إنجاز تقييم، كيف أنشئ أسئلة. جميل. هذه هي كلها تجدون يعني أنتم شايفين شاشتي، ها هي إجاباتكم، شايفين إجاباتكم، شايفين اللي مازال يكتب كيف تظهر لي شاشته، شايفين أشوفوا في حدها، حتى اللي بيرد في أيضا مثلا أخطأت، في هنا استجابة، صاحب هذه الاستجابة ها هي، يرجع يحذفها، يحذف هذا الخط ويغيره مثلا. هذه طبعا الملاحظات يقول لك انك تقدر ارشادية لاستخدام التطبيق. صاحب هذه الاستجابة نقدر انا نقول له مثلا لا انا ما فهمتش وانت ايش قاصد، او مثلا هيك، فيقدر هو يحذف ويرجع يعملها من جديد. يعني ايضا هذه ميزة جميلة جدا، انه هو يقول لا 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 انا ما قصدتش، او نبي نستخدم من غلون اللي انا استخدمته، فيرجع يحذف اللي داره يرجع من جديد. بالشكل هذا ننتقل إلى كل الأسئلة اللي معانا. السؤال الآخر، شوفوا هنا يبدأ الاستجابات بمجرد أني ننتقل للشريحة. فكر في تدريب اليوم، ما الذي لم يعجبك؟ حاجة ما عجبتكش، وفي حاجة عجبتك، وفي حاجة كانت سهلة، وفي حاجة كانت صعبة. شنو اللي صعب وشنو اللي سهل، وشن هو اللي أعجبك وشن هو الذي لم يعجبك؟ أنت تبدأ تتفاعل طبعاً مع هذه الاستجابات، مع هذه الأسئلة، وأنا نقدر نخلي فترة محدودة، وبعدين نقدر نغير السؤال أو أنتقل لسؤال آخر، أو خليكم تشاهدوا الإجابات بهذا الشكل. بس لازم نعرض هو، بس لأن العرض شغال في نفس الفترة اللي أنتم شغالين في إرسال الاستجابات شوية ياخذ وقت. تظهر الاستجابات هنا أمامكم، ونشوفوها نفس ما شفنا بقية الاستجابات، ونقدر نقيم عليها. في هذا السؤال، بس قبل الاستجابات نبي نحدد، أيوة أحسن، حدد بلدك على الخريطة. في الأسفل مجموعة أعلام، اختار العلم اللي يناسبك وضعه في المكان اللي حدد موقع بلادك على الخريطة. أعتقد هذه هي تونس، 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 هذه هي يمكن الجزائر، يلا تونس، تونس،
أعتقد هذه الجزائر أو المغرب، هذه ليبيا، هذه المغرب، ما شاء الله، تمام. هذه بس كيفية استخدامكم للسؤال، وكيف يعرض هذا السؤال أمام طلابكم، وكيف تقدروا تشغلوا. بعدين ننتقل للسؤال الآخر، كم عدد المتعلمين في صفك؟ عدد المتعلمين في صفك، كم عدد المتعلمين في صفك؟ شوفوا شوفوا شاشتي أنا كيف تظهر لي النتيجة بهذا الشكل. في حد استجاب طوان، بعدين نقول لكم أنا كيف عرفت كل هؤلاء الطلاب، كيف أنا نعرف. بنميز حاليا هذه الاستجابات، أنا نقدر نضغط عليها ونميزها كلها. بعدين السؤال الآخر، إلى أي حد أنت قادر على تصميم درس بعد تدريب اليوم؟ هنا في خيارات، نوعا ما، إلى حد كبير، في تقدم، نوعا ما، نوعا ما، نوعا ما. نعرض بطريقتين من هنا، عرض الشبكة حيغير لي، حيجيبها لي، يا أما نقدر نشوفهم، يا أما نقدر نحق عدد كم اختار باب يعني فرادة، أو نقدر أنا نضمهم بهذا الشكل بنعرف كم عددهم إجمالاً، 6 أشخاص أو 6 طلاب، خلينا نفرض طلاب مثلاً، إن هذا درسك أنت، قالوا نوعاً ما، 21 نوعاً ما، 10 في تقدم، 6 إلى حد كبير. وفي عندي عدد قريب من 54 استجاب 36. أنا نقدر أعرف من استجاب ومن لم يستجب للأسئلة، وبعدين حنعرفهم بالأسماء وبالإيميلات. نعرض الإجابة بهذا الشكل اللي أمامكم. ما تقييمك للتدريب؟ جميل، أحسنتم. والله أنا خايفة نلقى إشارة على الأحمر. أستاذة بثينة. نعم معك. أنا حاسة لو أنت دخلتي معهم في التقييم لو نلقي إشارة على الأحمر حنعرفها منك. لا معك أستاذة. جميل، ما شاء الله عليك. شفتوا هذه طريقة عمله كطالب. أنا بالشكل هذا أنهيت الدرس، ونقدر أنا نرد عليكم هنا، ما فيش شوفوا تو بعدين تشوفوا الفرق. هنا أنا نقدر نقول لك أحسنت أو غير، مثلا لو نأشر الحد ونقول له غير استجابتك هذه، يقدر يرجع لها يشيلها ويحطها مثلا في مكان آخر، يقدر يحذف الكلام آخر. ها هاي نشوف فيها قاعد تغير، شوفوا مثلا هنا غير إجابته ورد رجع. أنا نشوف في كل التحركات، ولكن كيف نعرف هذه التحركات لأي طالب؟ حاليا هم بالنظام الإرسال هذا نقدر نشوفه بعد إنهاء الجلسة، أما بنظام الإرسال الآخر أنا نشوفه مباشر معاكم من داخل الدرس. طيب أنا أعجبت بهذا الإجابات ولقيتكم ممتاز، فهمت وصراحة كنتوا رائعين وكذا وكذا وكان الشغل جميل، فنقول أوكي تمام، معناها إن شاء الله أنا مفروض شي يصير، مفروض يكون معي معلم آخر، تمام؟ شو ندير أنا حالياً للجلسة؟ نقدر من هذه الخيارات نجعلها في وضع ملء الشاشة، يعني نكبر شرح الشاشة بهذا الشكل، ونقدر نصغرها من هنا، من هنا نقدر نفتح هذا التطبيق، هذا الدرس بس في صفحة جديدة، يعني في محرك بحث جديد، ونشغل وضع الطالب أو أني ننهي هذه الجلسة. أنا حالياً سأقوم بإنهاء الجلسة. شكراً طلابي الأعزاء. بعد إنهاء الجلسة يقول لي حطي اسم، أنا حنحط اسم مثلاً حنسميه الوطن العربي، مثلاً الوطن العربي. طبعا هنا في بس حاجه مش عارفتها، يمكن موقع في حد ذاته لما تكتب يقول لك انهاء الجلسه بدون اسم، رغم اني حاطه اسم فقاعد يقول لي بدون اسم، فلما ندير انهاء نلقاه حافظها لي اسم. هنا في شيء
أنا نبي نشارك الشارك اللي صار هذا كله. شن كيف نستخدم هذه الاستجابات؟ نبي نخليها واجب أو نبي نرسلها في الفاصل الكلاس روم، أو أني أنا نبي ننسخ لها رابط نسخ الرابط ما نشاركها خلاص، أنا الجلسة وقفت ما عادش بنشاركها لأن درس وشرحتها. ننسخ الرابط ونأتي المحرك البحث تمام، ونقوم الرابط اللي أنا تركته مجلس. شن لاقي بعد ما ننسخ الرابط اللي خذيته من الجلسة؟ حيعطيني مراجعة العمل. أنا نفس الأطفال عادة يقولوا تاتاترا، فهي هكي يا أستاذة بوسيدة. مراجعة العمل، أنا حنلاقي مراجعة العمل هن. نبدأ في مراجعة العمل. أعطاني كل التفاصيل، شوفوا تأمل ومراجعة للدرس. طبعا هذا اسمي بس معرب يطلع بالطريقة الغريبة هذه. جلسة اسمها الوطن العربي. نأخذ الرابط مثلا هنا، كل الرابط يعني شاركت الكم بالطريقتين. لما يعطيك مشاركة العمل حتحصل رابط، لما تسكر عليها كلها هكي نبدأ في الدخول للرابط ملاحظات المعلم. أنا في الجلسة ما قدمت لكمش أي ملاحظات، فمش هتلاقي عندي أي ملاحظات. خلينا نحن مثلا نشوفوا الأسئلة اللي قدمهن المعلم بهذا الشكل، وين حيعطيك كل الملاحظات اللي أنت قدمتهن لطلابك. بس أنا لأني خفت النت يفصل عليا فما عطيتش أي استجابات لكل الشرائح اللي أنتوا شفتوها تمام. الرابط اللي خذيتوه حتلاقوا فيه فوق نفس ما ورينا بدري، اللي هو كيف تفعل البيردك أساساً، كيف تدخل على البيردك بالرابط اللي أرسلناه بدري في الأول. حتلاقي فيه هنا الجلسة، ادخل عليها، لا مش الجوين، ادخل على الجلسة من نفس الرابط اللي أرسلناه. بس لأني ما عادش نقدر نرجع له صراحة بسبب ضعف الانترنت، ما عادش نقدر نرجع له نهائي. لكن لما تدخل عليه مجددا هتلاقي انك تقدر تقيم كل التطبيقات او الملفات اللي انت دخلت عليها. استاذة بوثينة تقدري تعودي لي ارسالة رابط البيرديك؟ نعم، اللي أرسلناه في البداية. لحظة فقط. يعني أنا أيها شنخار صراحة. أرسله لك على تيمز؟ حتى عشات، عشات. عشات، أوكي. أنا أرسلت التيمز. في الأثناء أرسلت رابط التقييم، بعد قليل ستشرح لكم الأستاذة نجاح كيفية الإجابة عن التقييم. جميل، نحن الآن أعزائي انتهينا من تدريب اليوم. في بس استخدام للرابط آخر حنرسل لكم لمن أراد الاستكمال، أما ما عداها فهو تماما يعني نفس استخدام هذا الرابط. الفرق بس بين اثنين أنك أنت حتقدر تكون متفاعل مع الطلاب لأنك مش معاهم في الصف، فحيكتب لك أسماءهم، يكتب لك كل بياناتهم. أيضاً أنتوا حنحصل أسماءكم وبياناتكم في هذا التفاعل بس بعد انتهاء الجلسة. يعني أنا أنهيت حالياً الجلسة، فهنقدر ندخل وناخذ كل البيانات اللي تدونت. بس شوفوا ضعف الانترنت هو الذي ما يمكننيش من الدخول.
المطلوب منكم الآن أنكم تصموا درس مكون من 7 شرائح. الشريحة الأولى عنوان وتضع فيه اسمك والمرحلة العمرية وعنوان الاختبار أو الدرس. الشيء الثاني أنك تقوم بإرسالة عن طريق الدخول إلى الستارت ليست. تحصل على الرابط قدمناه الآن. قم بإرسال الرابط الآخر. للأسف صعب شوية أنه يفتح معايا، فعشان الوقت نقوم الآن إرسال الدرس. انتبهوا معي لمن فاته شيء. هذا هو مثلا تصميم آخر بعنوان مثلا التطبيق الرقمي. نفتح درسي اللي أنا صممته. طبعا إجراءات التصميم كلنا إن شاء الله عرفناه. بعد يفتح انتظروني أغلق هذه أيوة تمام. الإضافات على الإضافة بهي، وبعدها فعل الإضافة. انتبهوا، أكرر المهمة بطريقة صحيحة. الدرس يوصلني بطريقة صحيحة. ما هي الطريقة؟ كيف نتمكن أن نرسلك درس بطريقة صحيحة؟ بسيطة وسهلة. بعد أن تقوم بتفعيل الأداة وتشغيل 6 أسئلة كما هو مبين كما هو ظاهر، تأتي إلى Start Listen. تنتظر قليلا، تشارك الرابط هذا، النشط عن بعد، مش مثلا داخل الصف، يعني حتى من الرسمة هكي تشوفوها أني أنا مش معكم أو طلابكم ليسوا معكم، يعني ليستم في وضع مثلا معكم أو مباشر أو قاعدين يعني جالسين في نفس الجلسة، سواء كانت بتعلم هجين أو عن بعد أو إلى غيره، فنحن مش متواجدين مع بعض. إذن ارسلوا لي هذا الرابط. ولكن مرت أنا نرسلكم هذا الرابط وأنا متواجدة حاليا معكم، فنقدر نشوف كل تعليقاتكم وكل استجاباتكم. بس أيضا يعطيكم إمكانية أن لو ما كنتش موجودة أو المعلم ما كانش موجود، يقدر الطالب يتفاعل حتى في غياب المعلم مع هذا الرابط. وهذا هو الفارق بين الرابطين، أن الأول ينتهي بانتهاء الجلسة، أما الثاني هو مستمر على راحة المتعلم حتى بعد غياب المعلم. يا إلهي، شايفين كيف الانترنت كأنه مصمم بشكل انفرادي، يعني مصمم لك بروحك، تكون مع حد ما يشتغلش. ها هي جلسة اليوم. ها هي جلسة اليوم اللي نحن
أنهيناها. أنا خليتها وضع مغلق لأن خلاص أنهيت الجلسة. تقدر لما تخليها في وضع المغلق تظهر لك بهذا الشكل. اسم الملف وهذا اسم الجلسة، هذا كل البيانات اللي أنت يعني مدونهن. لو تبي تكرر نفس الجلسة من جديد تقدر تشغلها من جديد. والآن ربي بس يسهل هالأمور ونتمكن من الحصول على الرابط الآخر عن طريق start list. ونسخ الرابط. الرابط في ملف وورد بعد كم، وتأكدوا انه صحيح يعني ما تقولوش او اي شيء فتتلفوا الرابط. فتأكدوا انكم لم تقوموا بعمل اي شيء. واخيرا هذه هي الجلسة، هنا هو الرابط. انا يقول لي الدرس هذا وين تبي تشاركه؟ يا الهي وين تبي تشاركه؟ تبي تشاركه في الكلاس روم، تبي ترسله للطلاب اللي عندك على الكلاس، او هم لا مع تبي تاخذ لينك وتبي ترسله لهم في مجموعات. احنا عادة نتبع هذه الطريقة، لا هم نبي نرسل لهم هم معايا مثلا مجموعة، اعمل اضغط عليه مرة واحدة هو خلاص تخزن الرابط. اتي هنا يعني مش هتضطروا انكم تدخلوا لا كود ولا غيره، رسالته الكام تنضموا له بمجرد الضغط على الرابط. انتم حتنضموا فعليا وتكونوا معايا داخل الصف. انا توحنا انا انتقل الى الشرائح بهذا الشكل. شوفوا الفرق بين الاثنين. انا حاليا عندي ثلاث متعلمين، عندي ثلاثة طلاب. في واحد في تفاعلات، ركزوا بس على شاشتي. في هنا شغال، في واحد شغال على الشريحة الأولى، في هنا اثنين، في هنا ثلاثة، هنا أربعة، خمسة، ست استجابات، سبعة، ثمانية، تسعة. بدأت تظهر الاستجابات، هذين الأعداد، وهنا ثمانية. هذا عدد قصدي عدد الطلاب، وهذا عدد الشرائح اللي سلسلت الكام ثمانية. هذين عدد الشرائح عشان أعرف كيف أنتقل. هنا ثمانية، سبعة، تسعة. هنا عدد الطلاب في الشريحة الأولى 12 11، يعني عدد هنا في الشريحة الثانية 3. في الشريحة الثالثة لا يوجد أحد، ما زلتوا شغالين بين الشريحة الأولى والثانية. طيب أنا نبي نجي مثلا للشريحة الأولى اللي أنا فيها حاليا، ونبي نعرف من أجاب. ها شوفوا كيف أنا توا هنا تغير الوضع معايا، الوضع هنا تغير. عندي عادل الجبالي اختار لا، اللي هي رقم بي. في هنا نعم اللي هو بن، مش عارفة مش ظاهر بقية الاسم. أنا نبي نعمل نميز هذه الإجابة ونميز هذه الإجابة. في هنا أم مش أجابت، مش عارفة، نبي نميز أيضا إجابتها أو إجابتها أيضا هذه الإجابة. كل هذه الإجابات أنا بدأت ظاهرة عندي، فنبيلة الخليفي نبي نميز بهذه الطريقة. أنا نبي نميز كل هذه الإجابات التي وصلتني. مثلا أنا مثلا لو نرجع نقدر، أنا مثلا لو هذا كان سؤال خاص بي مثلا نقدر نضغط على لماذا. مثلا نكتب له، هو كتب لي هل تجد صعوبة، مثلا اكتب له لماذا نعم مثلا، أو لماذا لماذا نعم. شوفوا كيف الطالب حيجدها. إرسال. أنا مثلا هذه لقيت إجابة أخرى، نبي نجاوب ونقول له أحسنت، إجابة صحيحة، أحسنت. هذه هي التغذية الراجعة اللي حكينا عنها، تمام؟
وحتى تقدروا تردوا علي، يعني من سألت أنا يقدر يرد علي. في أيضا أستاذ سمير العماري مثلا، أنا نبي نجاوب ونقول له شكرا لك أنت مجتهد. أنت طالب مجتهد، هو يقدر يرد لي يكتب لي شكرا عفوا أي شيء عادي، المهم جربوا تردوا. من هم اختيار عشوائي، يعني اللي اخترت عشوائي. أشكرك. أنتوا تخيلوا هذه الإجابات، أنا بس أرسل في يعني إجابات داعمة أشكرك وكذا وغير، بس أنتوا تخيلوا معلمين أكيد حتكون لا ليست هذه الإجابة، حاول مرة أخرى، لقد أخطأت يا أحمد، أو لقد أخطأت يا سارة، حاولي كرر المحاولة، أو مش عارف شنو، كرر المحاولة بهذا الشكل، حيرسل لك إجابة ثانية وحتكون صحيحة. شفتوا معي كيف التفاعلات؟ بعدين أنتقل للشريحة الثانية. الشريحة الثانية إلى أي حد يعني أنتقل ومشاهدة بقية الإجابات. بهذا الشكل أتمكن من إرسال ردود ممتعة مفيدة. جميل، أنا بنميز هذه الإجابة، بنميز أيضا هذه بعض، حنميز أوائل الإجابات، ولكن أنتم كلكم مميزين وشكرا لتواصلكم. طبعا هو التدريب انتهينا بإذن الله تعالى بهذا الشكل، بس حبيت نوريكم طريقتين في إرسال الروابط عشان تعرفوا الطريقة الأولى كيف أنت حصل، والطريقة الثانية على إيش أنت حصل، وبهذا الشكل وتصل ردودكم. والمعلم في الطريقة الثانية لأنه مش موجود في الفصل فيقدر يرسل تغذية راجعة. تبدو صعبة نظريا، ممكن هو كل شيء في الأول تحسه معقد وصعب وتفاصيل، بس لا تيأسوا، عادة لأنك تشترك في مبادرة معلم رقمي ومبدع فشيء يستاهل منك المحاولة، ولكن صدقا من يعمل بها درس أو درسين يعني سيقول ليتني لم أكتب صعبة. هذه الإجابات، هذه التلوينات، الله جميل هذا التلوين، أو نقدر نغير أو نصحح زي ما أنا نحب. شوفوا إجاباتكم كيف طالعة، وهنا في الأسفل عندي قائمة بكل المستجيبين، عذرا، عندي قائمة بكل المستجيبين. Not response 25 لم يستجيبوا مثلا، اللي لم يستجيبوا بعد للشريحة رقم 8، هنا في استجابات، هؤلاء لم يستجيبوا أيضا بهذا الشكل، وهكذا تأتي إلى هنا. تمام، ونفس ما عملنا تقوم بإنهاء الجلسة بهي، وتتحصل على هذا الرابط، أنا أترجم عشان تتأكدوا من أن نتمكنوا على الحصول على الرابط. كيف كان الأمر الدرس وهكذا، بعدين أنت يعني تبي تحفظ والدرس تبي ترجع له حتلاقيه على المنصة، بس أنا أعتذر يعني شوفوا أنا دخلت لها بصعوبة، يعني بصعوبة دخلت لها باش نقدر نتمكن اني نحصل الجلسات، ها هي الجلسات اللي انا تحصلت عليها، من هنا نتمكن ان شاء الله اني نحصلها. نحطه تدريب رقم مثلا، نكتبه ايضا الوطن العربي 2 بهذا الشكل. ت
في هذه الصفحة، خلوك معي دقيقة واحدة لطفا قبل الانتهاء. سأل الآن 11 هو أساسا موعد انتهائنا إن شاء الله. هنا أنت تحدد الطالب اللي تبي ترسل له تقييمه من الجلسة. كيف تحدد الطالب؟ أنا هؤلاء ها هم الطلاب عندي اللي تفاعلوا مع الدروس، ها هم الطلاب، هذه الأسماء اللي دخلتوها. في أحدكم دخل رقم، في عفيفة، في عائشة، في أماني، في بن علي، في إيميل، في بسمة، في بسمة، في أيضا نادية، فاطمة، فرج، إقبال، سعيدة بتواجدكم كلكم معنا. أنا فرضا نبي نأتي لهذا الرقم، نبي نرسل له تقييمة صاحب هذا الرقم. صاحب هذا الرقم أكيد عندي اسمه بكم، بس ما اخترت الرقم لأنه هو أول حد. لا توجد استجابة على هذا السؤال لصاحب هذا الرقم، لم يحدث أي استجابة. طيب، الشريحة الثانية أيضا لم يحدث أي استجابة أيضا على هذه الشريحة. الشريحة الثالثة قال جيد، أنا نبي نقيم، نفرضوها أنها إجابة، هذه نبي نقول له أحسنت، لقد حصلت على درجتين مثلا، تمام، درجتين، هكي حتكون وصلت له. طبعا هذه الإشارات يعطي فيه لي بس بسبب ضعف الإنترنت. ترتبوها معكم وترسلون بالبريد كل الإثبات الخطيئة كيف أدوها وكيف كان أدائهم. أتمنى أن يكون كل شيء واضح وكل شيء في أوله، بس حيكون صعب، ولكن إن شاء الله حتكون معاكم مع التكرار بسيطة وسهلة. بثينة، هل هناك أي سؤال؟ شكراً أستاذة نجاح، على ما أجبنا عن الأسئلة. يعني صعب، يجب صعب جدا لأنه صعب، لكن يجب التطبيق حتى يسهل الأمر. لما تبي تطبقوا حتلاقوا الأمر بسيط جدا. لما تبي تطبق يعني تقريبا من أبسط التصميمات في عمل الدروس هو هذه التطبيقة، أداة تضيفها وتطبق من خلالها، ولما ترجعوا للفيديو وتتبعوا الخطوات. يعني ليش صعب طالما أن في خطوات تتبعها؟ أستاذة نجاح، آخر الشرائح للأعمال. نعم، آخر أجل لإرسال الأعمال حاليا ممكن أسبوع، لمدة أسبوع. أستاذة نجاح، أستاذة نجاح، على ما يبدو أنه مشكل إنترنت مرة أخرى. أستاذة نجاح،
سننتظر قليلا حتى عودتها، قليل فقط. آخر أجل لإرسال تقييم ورشة الخرائط الذهنية هو يوم الأحد. عدد الشرائح المطلوبة من الأستاذة نجاح هو 6 شرائح، والشريحة الأولى مخصصة لعنوان الدرس، الاسم واللقب والصف الذي تدرسه أو السنة التي تدرسها. أظن أن الأستاذ نجاح لن تعود، إذن سأنهي الورشة. نرجو الاستفادة للجميع وتصبحون على خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ نجاح، أعتذر فصل. نعم. لا بأس. هناك من يسأل هل يمكن الدخول عن طريق الجوجل أو الميكروسوفت؟ الجوجل أسهل وأسرع، ولكن يمكنك الاثنين. ويوم لما تدخل عن طريق الميكروسوفت شغلها على الباوربوينت، لما تشتغل على الجوجل فعلها على شرائح السلايد. أستاذة نجاح، أيضا هناك من الأستاذة عزيزة أرادت أن تدخل الكود لكن لم تستطع، هي تكتب بالمينيسكول ولكن يتغير لها كابيتال لتر ولم تعرف الخطأ. لا، كود الدرس اللي أرسل منذ القليل يعني. نعم، أرادت الدخول لكن الكود لما تجي تكتبه هي بالأحرف الصغيرة يطلع لها يتغير. لا، بالنسبة للدرس خلاص انتهى، بس هو عادة يعطي في الأكواد بالحروف مرات الكابيتال، يعني غيري حسب ما هو عاطي، يعني إذا كان هو كابيتال فتغيري الكابيتال سمول، ما الطريقة المتعارف عليها، بس يمكن في إشكالية تقنية حاصلة يعني. بس يعني مشكل من عندها، مشكل تقني من عندها. تقني من عندها، لأن لو تدخل نفس الكود اللي عطاه لي في التطبيق، لأن أيضا الكود مش أنت اللي تصمه، يعني آلي الكود، فلما تدخله نفسه هو ويتغير، إذا في مشكلة عندك أستاذة عزيزة، مشكل تقني من عندك فقط، ليست هناك استفسارات. أستاذة نجاح، شكرا جزيلا على الورشة المفيدة جدا، بارك الله فيك. العفو، أشكركم لرحابة صدركم، وما تقلقوش من التطبيق، ونحن إن شاء الله هنتواصلوا مع بعض، وخطوة بخطوة ارجعوا للتسجيل ونفذوا يعني بهدوء وبالخطوات، وإن شاء الله كل شيء تمام. وكل المطلوب منكم هو أنكم تضعوا الرابط اللي أرسلته في الأخير، في تحطوه في ورقة مستند وورد وتقوموا بإرساله فقط، وأتمنى لكم التوفيق وتصبحون على ألف خير. شكرا أستاذة نجاح، تصبحون على ألف خير جميعا. شكرا لك أستاذة بثينة، شكرا لكل المتواجدين معنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء.